السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي إذا شرفت يا قيمة هي غاية هبضن وللكين مسكين عاود قبرتين برامشة تيلا ملو بدوني دع لذيذك جوكتين سودو هذا سودو هذا سودو هذا. أصحابتي إذا شرفت يا قيمة هي غاية هبضن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو هذا أصحابي سودو هذا وللكين مسكين عاود قبرتين برامشة تيلا ملو بدوني دع لذيذك جوكتين وللكين مسكين عاود قبرتين برامشة تيلا سودو هذا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابي ولكن مسكين عاوية نكي مسكين كاها أضغو برتين برنامج التيالة ملور بدون يدعى لذيك جوكتين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قاسم محمد داغ أحمد علي محمد ياسين سعيد موها أتم محمد آدم أنيه ربي محمد ياسين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سدوا هذا أصحابي فاضمو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قفل بمركو صقل فيديو شير قري هاي المامين لا تقبضنا وهاي المامين شير قري هذا برامج يسكر جسنا برامج كأنه عكوس ساب سيني هدو إلهي لهذا بوام كقصة هذا دقمة دورت النبضة الله أقولنا حريص تليكو عين كي نيسا قبل كشبه هذا هو سيء دقمة هذا اللي قد لي وربحنا يعني كغاية يا يقانا يا كشفي سيلو أغاد واتريكو إنكي شمال الهوسي أنا تليهي دقم ذا قريولي الله نحريستو ولالكي داود عثمان ديو عثمان آدم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون كل نفس دائقة الموت وقتي سعيا ما أنتكو إكا إنو مقدشي مادو مقدشي اللي قدلو وقتي سعيا waxaan rabaa inaan bulshooyin Soomaaliyeed uga faa'iideeyo aqoontii yarta aan leeyahay inaan dadku uga faa'iideeyo duu ila yiraahdo. waxaan rabaa qof walba idaawanaya qof walba muwaadin ii jeeda maxamed waa yiisu waa maasantahay. thank you allah una xariisto taliyaha. waxaa degmada warta nabadda lagu dilay taliyihii qaybta degmada warta nabadda وحنا لقود لي واحد السدحات الدقمة ده ورت النبضة وحنا دلي اللون إنه بشكل ده الكو بيسن قرقين وحقيقتين سجال حبنا وكلفتين إسلا مالك بعدي وحنا لقود لي الدقمة ده ورت النبضة حفظ الصيناي السجنة أسكير كتر سن عيد مضى إلى هذا السوق ونفع عن ولا بده وهاي ضد الدقمة ده وشقيني لا بده ده رجي دلي لما سوق من وح كرة جوجنا مجرو إلا هذا نوح أربع هنا قصة على حبيرات مجرو ما حد عاي دقمة دورت النبضة قيبت واحد قيبت سد هذه دقمة دورت النبضة ما ملك الدقمة أيه وحي جبيان كان عصت ضد مساكين هو يموز قدسي هو يعلو لك قدسي وحي يردن قريه ولا جي جبش وحي يراد أنت يسوي استعين لف أي وحي يراد انترلوك وحي يراد أي أنصارنا تاسو بنتي إتاي إن شركة لا جكتي أو شركة أي ماشة لسربت لكن مروا البواك الدقية والله أو بالله أو طلع أنت نفتي وجهت والله دقمده ورت النبضة إدي مامورك دقمده حد الجو أوصي إن شاء الله أنا كده دمدهم والله وبالله وطلع وكل شيء هدي بين العقل يا غات هدي بين الغشاق هدي بين الغشاق هدي بين الغات العك هدي مامورك دقمده أي بين أنت كوسيان أي بستيد بريت أنا كده دمني أنا بريت كده قفك لك عمد دمني هالرادين قدامي ده مو إمام دوني وعبا هالرادين والله أنا كاد دمين دون أو بالله أو طلعي حق درادة اللي وصيني لعيت لها غادني هده بكورت هسكو غادن واتوغو نولك يروان إني قطان انترلوغ يباني بلاي وشيغيان دادكي مساكين تا هو يدي عانا كو قدنس هو يدي علولي كو قدنس هو يدي موسكو كو قدنس إنو المالميت كرانستي إن عقف لماريو عقف ودان لي راد انت ميد اللي سويساو الانترلوغان صارنا وريال لا ميد يعرف ديان اغديق اغديق وجبنت دقمدي ورت نبد ميش لا سو غلا وجبنت ما لا دس ما لا دس ادم كو شيغي دقمدي وخدنا لو دلي تلياي ان شبيلده دخه شبيلده هوس ان بسوغد تليا كو عيينكي شبيلده هوس فيري وا تليا كو عيينكي شبيلده هوس انا تليي دقمدي قريولي ما انت لو دلي دقمدي ورت دقمدي هودن أنا مم بسكول يلا يا أوعى يا صار شيء تليها واي من دولة الصومالي ويم حافظوا كل صدق مجالد مقدش ما لقي خان يا واي عدة شرطي فتاه ناس ويدي سدوا ناس ويدي سدوا سلقوه قال تليها سلقوه قال أنا هدوه ما الله ما أقول لين
بطريقة قريولي أقانا ولي قيمة معرق قريولي مرة تقيني لكن مركو إيه مادو أوي أن أوي أنو طريقة قريولي يهي حكتي سن ديبيا حكتي سن أيان ديبيا إن لبن إنو بسكولا دو قوة تنتي مغايدو فريوي مادين باق باق باقو سيان أيس كباحاني اللغيان هذا نضف كي دقمدا لبركيني وري أجديك أجديك متقنين أنتي نار إداواني أنتي نار إداواني هذا الرطة إني شيء قبل عن كذا عصني إن فيديو الشير غريز بالور كي غريز أجديك دقمدا كي إيمانا سا لامي كي إيمانا يا محل ده هي مساج أبو هريرة أو توس صباعي أو لامي إسكوس كمريحان كي إيمانا يا إما رح تويد السكري قفك يغني يغني تلس كعيدن كب محل ده هي من الشيبي ماشي دقين أنا عقديك 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 واي ماشي عيدا كنت دقين بوليس كاو عقديك لامي ما سوكر كرت إلا لامي مريحانك إلا من التويدة إلا أنت سواج جوانتا لامي قد دقمد اللي قصو قلاي هرتي ده عبدالي عبر الرواجبي مركاسة واحدة سد حدد دقنو مساكين وغويو موز قدنسي عقف لمرنية دقمد يا دلو قد ليه دقمد يا مدسنا لامي قشنا كبوح بالوركي قريس لامي يا مدسنا لامي يدي مدسنا او دفع حافظة عدباتكو قبا او عن شورت ربحين هي لامي او كبح اي الا هل ذاكي مانا الا صنعاء هذي عرف ريس او ابان لامي ين عرض لغي غاد الشغل اصدر ملوهاي لولكي على قدنية لولكي ايال قدنية لكن ما كدقية والله او بالله او طلع ما كدقية وحانا موادين صومالي دو دقمدة كل شيء موادين صومالي دو مسؤولين تد دقمدة رجالة كالعانا ما اقلان دون حدين ما انت العقل اغاد او برين لغا دميني لغونا لا حساب تمن دونه وأغني أنت أنجو كوجن عصو سنة كان أنت الدولة ذكر لي من كوجن عصو لسه شقيسه دولة دم أنت إيمانس أنت قدامي عصو ولا قصة مجابي كل شيء كوجن عصو برينا مركي الورا كبع عسك كبع خرشي هذا نوع أغني أنا لكن وكا جديا وكا جديا مرة بعد يمرس دعات توجد القدامي عشة عن أش قين ينضلك إدك ما ينكود اللي قدلي يسراكيش الدولة إيه الحافظي اللي بعطيه كوجبان بالورك يجريز بالوركي سيف عنديز بالوركي سيف عنديز والله انا بيكون شيء انا بيكون شيء اسكرتي دقمده عيني كو عصني قف والبا او سوغرا فيديو غس انا شير غريسيد امه الصومالي سي وحو اركت واي سي لغو اوغادي تليهي تليه كو خيغنكي نيسا الشغل هوس اما اهانا تليهي دقمده قريولي سي لغو اوغاد انو مقدشو انتو يماد أو الشباب يكو قاعدين حافظوا كل صدقية وقاعدين وحال ربا قف والبو يداوني أدر ماشى القبيل يوحكو أتكون مشغول لد والدولة دان أتكون مشغول لد والدولة دان أد عين لد أو أد قبيل إيه بلاي أد مانتر كهل لد وأد إنا وقاعد تدوح هرت وعدي قدر كجري وعدي قدر كجري هرت مركو وإنا وقاعد قبيل هرت مالك سوري مركز قبيل كاسوق هذا مركو وعدي وقاعد هذا وعدي أوين واحد صعد عند الأوين مانترنا قبيل إسكعيس والدولة دي إسكعيس وحبك هو تري ميس واحد قبل كقصة وينه وقعد واحد تليك عينك نسا الشبل الظهر وأنا تليه دقمة القريولي عيدا وسوي ذكري عبد بليال وسوك أي ذكري لا عبد بالحمر وكي ذكري لكن حمر ملقى غونين إنه أنتو صباح أي مادو بالورك يا جريس إنه حمر أنتو أي مادو أو دولة الصومالي أي مادو أو هذا حافظ كده او هادنا هوتيل كودو او هادنا ماشاس فديستو وقتي انت اسلك وقتي انت اسلك انت بحين سوينا سويديس وان لي سويديو هادي واحد سي ودعين لدراد جوبين الشباب ملي غوليسني الشباب والله شقيا سدا او شغي عرب والله شقيا انكي غونغار لغي ديارني والله شقيا والله شقيا بالوركي غريس مدة كلا دولة الصومالية أما تي في غرق وحو الشيغي إن ننكي مقع إيساها مركة ورلو الشيغي إنو على الشباب كتر سنة مركة دمانة إسكاقة بحي ميالو كسو غيهي إدا فصح دي إدا إنو كبح دي عدايسي إلا هاد الله ماهي أو في ذوق قيبتة ورلو سوغات واحد بدن إلا سويديو واحد بدن إلا سويديو أنا واحد جود كبحنا واحد دل كجري إنا أغان سيدا تليان لغو أغاني والتلية إن إشاك تاتل في عنه واتليه الشباب لا دوسك واخا سوقبتي واتليه كخينك نيسا انا تليه دقمد قريولي سلغو قاد
إد إلا أنت أس قريولي سود بس عتياوة إنه حافظ ده هذا كده جياوة عدة واحد إنه هتلاقي بلد جيا يا واحد إنه مقاعد عندك خروج يا واحد وإن لي سويديو حدان لي سويدين وهو واحد من فائدي والله بين ميني شيء من ذكر أقعد من ذكر أقعد وهو البر راد رعله وهو البر راد ما لي دواد اللي جلسه إن عسكرتي دقمده ورت النبض اللي دلو أطلياش وفي عم الشقيني دقمده اللي دلو واحد سد عنك اللي قدري ما تغنى ما أنت إن جرج اللي دمية كسر عادي بالفيري فيري هذا واحد سكو عادي واحد ربع إنا فيري سو ما ملك الدقمده إني تغنى واحد سد عن هذا والشري الجريدة كده دميان هي تليها اللي دلي محيا كل مية وأنا واحد بلن واحد بلن عز فيري سا ما حد كان مرة لوك إيه وين ما ها إنترلوج لو سعر وين دقمون كله حمر جدش بيه حمر وين إيه خذن إيه إنترلوجيا لا ميدي لساري وحافظ ده إنترلوج وحافظ ده لا ميدي لساري بروك إنجليز وين لو سعر وين إنترلوج إسكب الداي دقم ده عاد أرتي إذا جب سنة إلا صمي دقم دي إيه دقم دي عاصمة دم ده تويد السوق لسي الله بدي أجيب أجدني إيه دقم إيه يتي عبد الله عور راجب ما ها لو لسه وين واحد بدن إيه ضدكوا السويديان أيام مين دولدة حد النبضي النرال كلية واحد دولده أي وقتكم بيحسوا وزيره مصماسه لكن دولده هو حكفة إذا يستي تليه دقمه قدومية دقمه محالة داي تليه قيب تليه وحي يوضن فهذا ما قرار كأقام في إرنيا أروم فاضم وارتا وكم دقيقة نحن وكذا سجواب دونا مسجل كان وكذا سؤال دونا أبا يدل كان إسقاط سين إلا دقيس وأرن وأرن وين وقت أبان مجرت وعس وقت أماي الله ماي شن إلا بعدهم كن أوحي إلا بعدنا يلا عك قات شركة رمود يشرك هذا كله الله وبيع أمر والمرك إلا هذا الربعين للضبال أو وقت إلا ديد أو أري مكر الله شغل برمان كمرك إلا جيد كله ورجني وحان شقوين بدن الصعدة شقوين نجت وين الصعدة لكن أنا هو واحد جروه هسينا كذا نوى شركة دل كاديس جالسين دل كالوديك لا ما أنتم ناس خمسين لين تليها إن إلنا الشغل يراه تليها بالدقيقة تليفنا الوير تليها إللي إذا ما أنت أنت أستقى تليفنا الوير تليها إنه ما أنت مقايد أصفر السنة تليفنا الوشي واحد صدق وأغنى لكن مجرد إني جالسين دل كان لقديس لكن واحد جري إني دتك أقعدان عافنا محايرير كقدومي ياشي الشباب كده عي وإلا بارا خصلوا سبارة واي مزول انتي اللي دل الله بحصريه واي عسكر ايدن انتي اللي دل انا دندت كي دل لو سقبنين حد انا دتك اللي دل ايين كو موريانت ما كو دتك او شقيوا الدقمده كشقينه ديدي دتك الى ديبو او برعد الدقمده ديدي مامول كفيري واحد سدحاد الدقمده اني حد انا كو دشي واحد سدحاد الدقمده ورت نمد انا كو دشي ماشي دتك لو دمي دتك كنول انا او دتك عاويني قال كميدا كو جيري هويوين وحبا يسنا كو جيري هويوين ان لين قدا كو جيري هويوين يعني قدا كو جيري بالفير هذه عقف المري نكي اوف عنا امني الدقمدنا او لو دلي واحد سدحان لما سو قبن واحد بدن ان قف ولبا اسويديو هانكا اصلا يعني قف ولبا فيديو الشرقري بليز سي او غادان دلك واح كسر هذا أنا وخبير لا يفهم صوف الإسم لكن واحد ذلك جلنا شيءنا دولة دان وحكب وح بلايردن شركة عصب الشباب كي شركة يسميستين شاتي جواب بديشين دنا عكرين راعين بوليس كي جلنا بس قدي جلنا بالورك يجلس هوتيل ذي خارك مين يجوعان هوتيل ذا اللي دقيني هاي ذلك دقيني شيءيان سورد قدبينيان بالفير هذه واح بدن أو بدن بدن أيه دولة دان حق أنا هلا حتى حق أنا هلا حتى نيس وحي كورهش والله أنا بيوكو شيء والله أنا بيوكوش حق أنا مغلا حتى نيس وح كورج إن مدح تويد رك على الشباب التوم لوجو ومدح تويد دعيد مدح تويد دعيد إن نيسا وسجار إنه توم جر رك حرير على الشباب لي ينجر حقي أمركو نبض حقيت على مرك نبض أي شيء سمعت هلا دولة ده أنت يكون مشغول سنة وزير إيه إن وزير ده إلا إن دغرغا غض الفيريو إن مسماس غض الفيريو دولة ده هو لقى فائز دولتي حسن الشيخ مصماسق اتك هذا شو مجن أما هي هذا ما هو ينات دولة ده مركي مصماسق غلط ده قال أنتي ومحمد عبد الله فرماجي ده غد السارين يا هرتوا عم مصماسق هو وزير وزيره هو مشغول لكن شركة ده على سميستي شركة ده عم مصماسق على سميستي شركة ده البرك الغدر صدي تكيد ده الغدر صدي من حتى ده الغدر صدي قبل كان الغدر صدي أو على الشباب قولي على الشباب
والله بشات ريالة بالإلهين كداري هذي سويدية تليه كحيان كي النساء الشباب لا دهوس أنا تليه دقمة قريولي أو حمر يمد أو دولة الصومالي أيمد أو قرش أمني أيمد هذنا هوتيل دقن إن سرتي سلب بحي أو دلنا لدري إلا سويديو هذا سلوا وقال مع تليه دقمة قيمة السد هذا ورت النواد اللدري هذنا ما حدث قريه لو يجيبش وإن واحد بدل لي سويدية ما أقلان لين سدان أمي سنة تلياس واحد بدل أيو دقمة واحد سد هذا كخبت بالورك إنجليز تلياس اللي دلي إقامته وورت النبض اللي ودلي إقامته سدعات وعوه هالتلية أي حتى ليا من عيد كل شقي ما أقلانجر إن قبر اللي بو ما أقلانجر إن هو يلا اللي بو ما أقلانجر إن شخص يدق مدى أما واحد سدعات دقن إلا اللي بو وحنا ندا مسمي باورتي ووينا بكاره وحنا ندا مسمي دتك حافظ السوقلي هبين إيمان إن لك حافظ اللي دميني قرشو كان إن حافظ إن لك هذا نول بقى وجريس ونلك ورديج سيرك أنت بمبطورة وعرر قرشف في عنو كان ولا بقوه هذا رسالة قد لك رأي لي مرك ولا سلافي إسلام ما أنت قعيتنا ما ممكن تقمد واحد قادنا إني دوكي قريها قدمية مخلطة إنه أقلان لها ما أقلان لها شغل كوين لها وكتقلها دوك كان ملا بركي إلهين وديلها هدي الربوة إن تقمد الله شغيها سي دوك ما اللي تجي حتى لو قسمي انت الروغ على سارة لي لكن حكت أنا هلا يد شركة أيام للسي حكت ما ممكن تجمع قارك من يقصو قاري وعلى الشيء إن ضل لقى قدر أبوس كسر بيني بستان لكن وقت دقيه مر لوات إمرس ده هذا وقت دقيه إني كان في فيديو جاز قار سينكر إني كان في فيديو جاز قار سينكر دولت إني كان قار سينكر قفل بمواد إني كان قار سينكر وعلى قيا ما أنت أنا داونس قارك من ذا إني خرابيه إن دتك ماشة للسنة أو واحد سد حد السنة أمير السوق الربو لو كان عصني أما مير السوق حريني أو تكوين الله قد يجي ويري هذا جارسين كنا مركز يسكو قدن هنا ديسان وكد يجي دولة الصومالية نوع جارسينية المواد الصومالية دي كمان كل شيء لقى دي دمية ميز كون عصني شركة الله سيء أما ما ملك دي كمان كنت تقرأ فلان ديسان ما أقول قلي ما هذا أنا تلي دي كمان واحد سد حل دلي دي كمان دي وانا ضاف الضر لا ميز دي واجي جبسين بالفير الشباب الدقن هبين دويدا هاد ألف جروب واحد جروب قصص صارين قرح ينمن سراكيل الشباب على قصص صارين دقم ذا نان عن كشة كيرن ودقم ذا نان وذا بيحده وذا الشباب شلم عيود دقوين شلم عيود دقوين وحاج جوت قبر آدي آد أد توقف واحد أنت ده قاعد غادر جوت أو بقول نين ودق ودقمت ده قال لمسي أسكرت الدلسي حتى أسكري قرك قادس ربع حنجت ودي الجيش إن دل دقم ذا نلدعه أو برع ذا سوقش إن هانت الدولة دل لغتر فروي دي جبت ما أقولن ده والله ما أقولن أذكر دقيمة ده ويدي كرتا دقيمة ده نظامي كديت وادست ودوين كي واحد عقدي لم يلا صار وحال زار الجاي عد والبقى بعد قروي دورت والله حق تي ما ده حافظ إنه ولا قشرة شين قدي لم ودوين كشر إذا در ولا قشبش بالفير هذه وحال ربا قف والبقى إنه أقعده وحدين عن وحاسان له وحاسان له إن رجي إنتي مغايد وصو قلان إكا أقون صدان ضدكي وطن أوفرية نينكا تليها إحا بد بق 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 بقو سيان إكوب صدان إنو إنتي كانا تقان معي يلي قف لفرية أي شيغي قف لفرية شاتك وطشيغي قايبكو ماشو كسو جيدي شيغي صلوطو أمركي ماشا كسو قلان مغايد إسلا مركي وحي عربابين تليها إسلا مركي بتليها عربابين وإن لي سويديو واي سوكو إنتي يا لجو يا ماشي في دي اولا تليفون دقي سريني ان كلي حتى الراد راع ليرو فيري معقول ما تليدن لغي خاني قبلداس انا غادو ييما دو الى فديس ما قانا تلياس والله وبالله تلا ما اقون لين ما قايد انا فدي انتو الى فديس لا سو در عادي وتما ما اقون لين ساتا غري ولي بلا سو تيم نكان ادر والد لي والد لي والله تلا غلي الشباب كده بيسيء وحاس وافلين الشباب واسك الشيء جناه هورد الله مي خوفت واسك الشيء جناه هورد دي بمبلغ سوديم أو أنت حافظ كسر قاد عيال خديلي إذا أسرة بسليك جي فيري سليك جي إذا ما تقول راحه على الشباب الشيء جناه هريك الشيء جناه أنت أسرة كرامة مس عارف أمرك قف والبو يداوني أنت سينا وقت إن ليس ويدي واي تليها يا يقاني يا أقنصلي إنه حمر إيمانه يا الشيء يا الشباب وش شيء إنه حمر إيمانه
inuu meeshaas degay yaa u sheegay, inuu hotelkaas degan yahay yaa u sheegay, inuu maqaayadaas ka cuntay yaa u sheegay, inuu maqaayadaas waqti walba tegay yaa u sheegay, inaad saacaddaas laga weynaya u sheegay, in dadka dhex fadhiya laga dhex aqoodayaa sheegay, shaatiga watayaa sheegay, meeshu ku soo jeedayaa sheegay. Waxaa la rabaa waxaasoo dhan in laysweydiiyo, in laysweydiiyo. Ninkaa waqtigiisa ku dhaman waa dhintay, allahu naxariisto. Laakiin waxaa la rabaa raggii dilay, raggii sheegay, raggii ka dambeeyey, raggii maqaayadda la fadhiyey, kulli in la keeno. Sababtoo ah shaatigu fadhiya fiir, rag hadday soo galaan oo halkaani u ordaan, ee haddana halkaan u ordaan, oo isagana maqaayadda dhinacaan ka dambe u fadhiya, lama heli karo. Laakiin qof meel ka soo jeeda oo sawir ba hoos ka qaaday oo diraya oo shaatigiisu wataa sheegay, qaabka meesha ka soo jeeda sheegay, bal fiiraadi, bal fiiri. Waxaa la rabaa inaad isweydiisid, wa intay soo galaan si u arbaabi karaan, hore uga arbaabi karaan. Ilan maqaayadda ragga kuma jiraani, maqaayadda ilan raggu kuma dhex jiraani, kaamirana kama dhex daawanayaane. Isqaabka intay isla markii usoo galeen inta layaha arkeen ay xabadda ugu dhufteen in laysweydiiyo, waayse ku dhacday. Sababtoo taliyaha waa lala socday, rag la socda aa sheegay, rag ka tirsanaayaa sheegay, adar anigu been ma qariyo, adar anigu been ma qariyo, waa la meshiyo meshin loogu talagalo. Been ma kuu sheegaa, wallaahi oo billaahi oo tallaahi, masiiba xamar ka socoto degmadiiyo dadkii lagu dilay, degmadiiyo wasaqaysan, degmadiiyo laamiyadii jamsan yihiin, degmadiiyo laamiyadii xoogaa u fiicnaa dhiiq bacaad uu fadhiyo, oo bacaadka in laga xaaqo subax walba waqti lagu huriyo, geedadka laamiga ka taagsan biyo in lagu shubo u baahan, ayaa dadkii masaakiintii hooyadii usoo taga shaqtay meeshaan yartaa oo dadka badan joogaan, inay caloolay ku gadato, inay ku gadato cambuulo yar, inay nanac ku gadato, inay loos ku gado, in caqaf la mariyo degmadiina, saraakiisheedii ciidankeedii la dhex dilayo, xaafadihii degmadana ay dhiiqo iyo qashin ay dhex fadhiyaan, waxyaabaha nagu cusub ee nabadii nool ay runtaa sheegina, waa wax nagu cusub waay, wax dowladdan hadda joogta nagu cusub waay. Maxaa yeelay dowladdii waa la mashquuliyey, doorashaa lagu mashquuliyey, mucaaradaa lagu mashquuliyey, dowladda rag kala ka shaqaysanaya. Anigu hadda wasiiraana, wasiir dowladda ka tirsanaa, dowladda musuqmaasuqay ay ugu raadinaysaa, musuqmaasuqay qaab kale u samaynaya, ninaan keensanaya aan la hebelay waxaas mashquuli, akoonkeyga yaa lacag kusoo shubaya, mar ugu soo shubaya akoonkey, meel walba dowladda haddii la gaaro akoonkeyga, haddii maxkamad maraykan lay geeya, hata akoon iyo lacag magaceyga ku soo dhacday soomaali akoonadeeda dhan ma laga helay. Akoono kale oo mid walaalkay ama inaadeerkay aan la yeeshaqe, hebel lacag kasoo qaad, hebel lacag kasoo qaad, kaas kasoo akoonadaas ku shub, yaasa aniga isoo gaaray. Adar fiiri, ragga musuqmaasuqa lagala dagaalamayo intaasoo shirkada ay samaysteen, intaasoo shirkad ayay dalka ka dhex samaysteen, in laysweydiiyo. Guddoomiyeyaasha degmooyinka waa tuug, degmadii uma shaqaynayaan, dadka lagu dhex dilayay ma qabanayaan. Bal fiiri maxaa dhacday qaraxii ka dhacayay sayidka, ayaa waxaa dhacday taliyihii degmada hodan ayaa waxaa dhacday iyadoo qaraxii la dhacay oo gurigiisa iska jiif oo wariyaasha ay joogaan, ayuu wuxuu maqlay degmadaada qaraxa ka dhacay, hurduu ka soo kacay, meel wax ka bilaabo miiqan, ciidankii isaga ka tirsanaayaa qaraxa soo fuuday, oo hadda laba nin ragaa la xiray oo jigboontiyaa la xiray, oo aan rabi shalaynaa inii sheego waahil maam, ragaa la soo xiray oo dowladda usoo xirtay, baabuurkaas wadada uu soo dhaafay, dadaa loo hayaa ilaa hadda baaritaana socda. Bal fiiri wariyaashii ulku bilaabay, iyadoo ay saraakiisha u sarsareysa naba sugidda iyo booliiska iyo hay-adihii amniga dhan ay dhacadka ay wada dhoobiyihiin, ayuu yihi hal garaac, sababtoo ah waxaa loo baahan yahay shaqo, in laysweydiiyo la wartaliya ah waa maqan yahay. Markuu qaraxka dhacay ma joog, inuu ismuujiyo uu yihahdo waa joog camal. Bal fiiraadi shaqada been, shaqa beena socota oo aan dalka laga wareyma maba la ogeb, shaqa nuuc kalaa socota, waxa uu ku maqan yahay shaqadiisii degmada oo 24 saac inuu u taagnaa, oo subaxdii alad habeenkii uu saliga ku hido, oo maalintii alad saydi yimaado, oo dalkii loo shaqeeyo soomaahe hotela la jiifa, gacana la iska wata, iyadoo hurdo la iska soo kaca, ilmaha kaamirooyinka la xiraya, kaamirooyinka laga qaada. Fiiraad adar dalka qaabka u socda dhan waa ognahay, dowladdaa laga rabaa. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo horaa inii sheegay, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waaga u beriyey, Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 3 sano dalkan markuu ka shaqaynayay oo si daacada loola shaqaynayay, wixii maalintaas ka dambeysay doorashada halka sana hartay, cid walba madaxweynaha bareyga ka qaadatay. Madaxweyne waa maasatar halo bareygu qaad, sababtoo ah dowladda lagu kala tegaya, waa lagu kala tegaya, nin walba shaqa tegaya, madaxweynihii meeshaa looga tegay, golihii wasiiradoo dhan waxay u codayeen baarlamaanka in doorasho la aado, qofii cod ma jirtaali, madaxweyne aanu waa laalyin,
madaxweyne waxa arta anaga inaa beri nagu soo baxdo oo hadda aad wasiiradna la kaceeni marm anagu waxa arana meesha inaa joogno dowladdan ilaahay waa nasi oo la ceshanay dowladda dambe oo imaanaysa haddaan weyno baarlamaana ku jirina marka waa in doorasho loo dareero qaabka keliya ku badbaadi karaana intaas madaxweynihi waa shogsan yahay madaxweynihi waaba yaaban yahay dowladdii uu la shaqaynayo dhan oo dhinac kale isku bedeshay kula tahay madaxweynaha marka meel dhan dal dhanaa dhisis markii la foorriyo hadda fiiri gurigaa dhisayay gurigaa dhisayay ama jingadahaada gurigii dhinacaana usoo dhacay waa yaabasa maxaa keenaa leeda gurigi inusaan usoo dub dowladdii dhan halmar isu warejiyo dowladdii dhan halmar isu warejiyo dalka dhan arin nuuc kalaa ka dhacda madaxweynihiiba waagaa buu beriyo madaxweynihii waagaa buu beriyo taliyaha dhiin ciidamaha dhiin guddoomiyaalaha dhiin wasiiraha dhiin xildhibaanaha dhiin oo dowladda nabadii nool lahaa waa isbedeleen shatiyo nuuc kalaa gashteen qorshahoodana waxay ahaayeen saddexda sano qaab lagu noolaan kara inay keenaan dowladda qaab loola noolaan kara inay keenaan say dowladda noola noolaan kara saddex sano hadday kashifto xilka lagaa qaada laakiin sanadkan haddii xilka lagaa qaado xataa adiga maalinta ugu dambeysa xilka lagaa qaado jo already sheekh shariif iyo caashiq meesha joogaan waa taqaan waa u tegaysaa wasiirka horaata waa tegi xaggaa tegi waxaa leeda dowladdan waa ku biirasaa waxaa leeda dowladdan waxaau maa waxaau maqa amniga ku fashamtay r waa waqtigii ugu xumaawa waqtigii ugu xumaawa madaxweynaha marka waa gabri madaxweynaha waa yaabiyin wuxuu isleeyay haddiiba saan laysku bedelayo laba sano ka hor maxaa laysku bedeli waay waa meelaan laga soo qaba karin madaxweynaha maanta hadduu ka shaqeeya inuu wasiirada xilal ka qaado madaxweynaha hadduu xilalk xildhibaanadii la jiray uu xildhibaano kale ku bedelo madaxweynaha meeluu ka soo noqon karo haba yaraato ma joog hadda iyo in xildhibaano kale gobollada laga raadiyo oo nin walba u shaqato oo nin walba halkaas aada wallahi been ma kuu sheegay magaaladii dhan waa la kala shaqa sigasiya horena waa inii sheegay laba walaala haddaa israacdiin adar macaanu anagu waana oynanaa laba berina waa hilmaamanaa haddaba kala hara malilowadna waa ini sheeg hooyadaa raacin aabbaha raacin walaashaa raacin keligaa walaashaa ha tagto suuqa markaa tagto kadaba tag yaa lays raacin magaaladan ma fiicina amnigeeda magaaladan waa la kala shaqaysanaya nin walba wuxuu u baahan yahay kaarta u baahan yahay taliyihii saldhiga xaafadihii qaar uu gadanaya raggu soo xir uu gadanaya guddoomiyaashii degmooyinkii dhulalkii dowladdii dadka gadayaan cid amni iyo nadaafad iyo horumaar dalkan ka jirto male degmada warta nabadda nalalkeeda dhan waa dansiin fiiri laga bilaabo geed jecel oo meesha degmada laga gelaya ah ilaa iskooska labadii iskoos aad ilaa sinai aad ama xari soo aad howlodaag nalalka waa dansiin wixii halkan laga bilaabo oo loo sii aadayo dhinacaan iyo xerjii qaadan dheere iyo dhinacan kale iyo maxaa la dhahaya carwiidka iyo adaaba sheegaya yaa yaqaana way aagaas nalalka ka dansa inay ciidanka degmada ku amreen dadka keliya in ay gurigooda nal ku xiraan meesha hortiisa iftiinka banaanka inay nal ku dhijiyaan ciidamada ammaanka dadku qasbamis laakiin laamiyada loogu talagala in nalalka waaweyn laga shido waa dansiin yaa ka shaqaynaya nin walba shaqo gooniyi wata nin walba shaqo gooniyi wata dalkii dhan waa la dayacay dalkii dhan waa la dayacay madaxweynihii waa yaaban yahay meeluu wax ka bilaabu la-yahay waagaa u beryey wasiiradii dowladda qiyaanay adar been kuma sheegee wasiiradii dowladda nabadii nool ahaa ee maxamed cabdullaahi farmaaji dhihi jiray waa isbedeleen madaxweynaha waa yaaban yahay marka madaxweynaha wuxuu ku tashanayay cudub guddoomiye baarlamaan waa isbedelay ra-iisul wasaare waa isbedelay adar anigu been ma sheego hortaa kuu sheegee anigu rutaa kuu sheegay cidna anay kama gambado guddoomiye baarlamaan waa isbedelay ra-iisul wasaare waa isbedelay wasiiro waa isbedeleen maxamed cabdullahi farmaajo keligiisaa meesha tahay waana waqtigii loogu baahnaa waana waqtigii loogu baahnaa waqtigii loogu baahnaa ee dowladda lagu fashilinayo nabadii nool way barti sababtoo ah xisbiyoo dalkii noqday dalkii xisbiyaa la rabaa in laga diwaan geliyo oo doorashada dambe ay ku yimaadaan xildhibaan walba halkaas ku nuura xildhibaanka aniga beesheedaha oo tuugga aha ee dalkiisii dadkiisa wax u qaban oo degaanada laga soo doorto aan hal maalin tegin dowladdu ka tirsanaana aan hal maalin wax faa'iidaa dowladda kusoo dirin oo dowladda la gooyi ku hayay xisbiyuu galay haya ka soo saara adi marka aniga hadda musharax xildhibaan haddaan noqdo yaa qaadanaya xisbi ma wate xisbigaasna ma raba inaan gale adar aqligaaga waxaa la rabaa inaad dib u xisaabto nabadii nool adig kuu taalla nabadii nool maani soo celiya maya nabadii nool saddexdan saraan waxaan kula noolaada dhibaato iyo inay cunaqabateen isaarto iyo in la yihahdo wasiirka waa la xisaabaa iyo adar anigu dhibaato kuma jiri karo
أنا وادمت تلف كي جنوا واقع أنا حش غي شيخ شريف يعني أنا واقع ده ما عم شكوني صعب أنا هذا هذا تلف أنا أدري وزير أنا موت تلف كي جيت يا تلف كي دورت عزاب سمعت أنا كنت دورت دانية وكعيش أنا نوين أنا شو أنا أركن هذا فيديو إن كل شيء نعته وأركن نمان العقب هو غي أنا الكارت رن أيوي ماري يعني رن أيوي ماري دولة دان وان أقول كوا كشقي إن اللجوين مالنتي لا دورت مالنتي لا دورت بدأ وين أروح على قلي بدأ وين ما أنت أسوي شيء ما أنا بدأ وين عاير قدام يا شان لقوم مع عادي هرت روك يقول قلين طواني تضبط قرب الجوع أو المود يكسر عري أو أنا وحبت تري أقوني أو أنا مجالدي دق مدي أنا أقوني نن لا يكين مجال ملك الأيالي دق مدي خلنا تك حوقي غاني دق مدي ما بيغاني هذا تلفر عندي الله درو قدامي هاد قمده قول يراد نينك ماشي لو قدلي ما تقانا ما يغان علي يرا انو يرادو ها ودد واحد سدحاد لو قدلي فاطمه جمعة لو ودد لو قدلي مساجدك ابو محمد اكتسا لو قدلي نما كان وحي عرين ودد احمد جمعة علي ادين كسال راه انو وششو سال راه انو وششو نيك يغان لكن ما يغان بي ني والله واحد سال ودلا الله دس مدعوينا ما نتا سو شيء ما أنتي المهن الشباب كسر وقاي البوليس كله قد يجي أول شيء مثلاً ماذا عويني سكيلالي مثلاً ماذا عويني بريت هذه كدلية إلا مركي دم يجري سودلاب وأول شيء مين قد يجي وعلى سكيل يعني من نظيف ماذا عويني شيخ شريف توقاي أنا وزير أنا موقت ماذا عويني شيخ شريف توقاي هالشيخ توقاي قال لي أنا لين وزير أنا موقت دولة ما بدي نلقط الصري معناه هو السيطسة هدول دينا تلف كي قال لي وراهوي واحد كل شيء وحبك من جد مدن مدعوين اقرا الله هو مدن حد مكو ما انا دارت قاريه وانت مدح مكو صلاح اقرا الله انا لعيت انا اسك بوخيا او شيخ مدن مدعوين رقاس يكو قياني مدن مدعوين مكم التلان ركو شيخين كلام ما رك بلن يرا اكتفى لو باهي دد دول النمده دد دباتا دول كدعي حماته ولب دولد سو غارس خف علينيا لو باهي في هذه انا نبدي نولانا هذا وحيابها انا شيخي نبدي نول اني كورتكت هدي قبط نبدي نقوني إن قدام ياشان دق موينك حيلك لقى وضغط إن ده نظيف ولا كانوا إن اللي هذا الشعب كدق موينك دب تجينا الله سمعي شعب كدق موينك كدول الدم ده جارسية كوا بوشش كدقنا راشين على جارسية ما له أربعة لا كانوا أما عليك دق موينك كأروري أما الشركة لك كان الله ما قعد دول الدم ده كوا جارسيني وإن عدتك أوجي سر راشين دول ده نيوسد عيان دول ده ويا كسر مركز على راشين كان عقل لا كان حافظ على يسر روش لكن عارنا إنهم كوا بعنا ما قعد دول ده دتك دول ده يسد عواني وريا دول ده وفي عنا ولي واحد راجنا وكان معرك ماشان اسك جوني قريه انا ديسيا دولدو وانا لا سوتا المي حنو سنه اسبيتال انا لوغي ددك وحان اسبيتال كاس دولده تغ اما ماشي امس اسك دغمه تغ عن ولبا حنو سوالين داوينيا ددك دولده جعلانين لكن كو ان دولده اقونين او ود توغا او حلبان دولده واغي وزيره كرادينه ايا ددكان كنسد قدوم ياشان هالين أو نبضي نوركم يجوا والله أو بالله أو طلع كتاب جامعكم مري قدوم ياش دك موينك يا إيشكر هالين أو يجري هالكين الوكيل دك ماذا لقى هذا وابري سوري دك ماذا وذجر دك ماذا وذجر إنك لقى هذا هول وكيم حس بيك ماذا حويني شيخ شريف وكم ذا أنت مجرد مغشجك تويت خانة نكاس بلي بس هكجري استغنى هول وكتي لكن أنت كلا وطابت كاني هالين أو نبضي نوركم يجري تسكون يدي بسكوي ديانوا دولة دانوا عالر مدحويني محمد عبد الله فرماج مالنتي للدورتي لباتن مدحوينها أو كحسبية لباتن قدوميا دقموين كمدحوينها كحسبية لباتن تليالو مدحوينها كحسبية دل كان أمني قصة من غلا مدحوينها حق صح لو كيني لا وعلي لا نكان اسمعي لما تغنها نبص قد أو تليها الشباب وش غيا عدين تانا عنا مدحوين هل قبت هل قال هذا تير كره لقي داس لكن عد شيء ده سمجت أنا عدي لي شو شيء هذا تليه ولا شيء الشئني والوا وا وا يعرمك وا يعرى اللي نقال بشار تلو والله قلت لي ده سوتو عادي كانوا كوجا بري العيا قادرني قرحي هور هذا سودة العقل ما تكون كوجات أنا وكشي قادر سيدا نك أنا وجنجر أي جنجر اللي قد يارني يعني أنا سادي عند عيسى فرق واقع أنا سر بدر كوا يعني ليه سايبي قلت لي تليه بالمتقن متقن ها قرحي هبل سال سودة تليه بالك المتقن قرحي هبل سال كاركي سال سودة دائما كوايا مسجيان كوايا قولي هبل أنا تبو هلا صعب تقول هبل قبل هبل أنا ويدي سيدا قبل قروش كبر دار تيا إذا قب ألا يستك يا كوي ما تكور نكان ما تغنى سوق ساعة يا كوي كان تليه برا إيك وما سمت هالسعة عدى ما سعى لكيني مر كان نيوم البنيني نو كوك هاد وكسر أنا مر لكن واجس نيوم البلا صوت قبلنا بكسر على السرقة كيش أنا وانا ودي نور ولا صوت قبلنا كل ولا صوت قبلنا
كوس دولد اي كو عياري ان شرفتي دي مقعيد مدحويني عيب سو جيرني وانا انا سو قبتها الى مدحويني كان متغنى تريه ولا الشاو ولا شغيه عديما هي اي اوكي مدحويني حفيزك سو اوتي لقي عديمك انكي سي هذا اللي سورف دي سي اول يراداي سو قعما خيرن هي وحنا ادي متى غريبل متى ها غريبل متى هي تير كان لقي مدحوين هي ولا توغني بير قفل بو ليا وريا تلي ابل مقشا وريا وحصل وسو قبت تير كان لقي تلي ولا بو عرا ما جرت ما جرت ابل مدحوينه مركي اللي يري مدحوين بس ما سخل دغاله وحاله تسيد نمنكي وزيرده قولي وزيرده مدح لو قلي مدحوينه قال لي نمكان وانا كيلان لعق خوصان لعق صوت شركه عصبيين قول ما تخرب لي دتك قدني دتك دعوعي دتك كو بدلني فيري نمنك على شاو ولا شقي قال لي سوى اسمع لي في انت ها محمد غلني هوتيل كا دغنت انو تليه هبل سودي واحد قال كامرن وا جوغا لنا دهب سادي شغل ركل قبصني هلاني نفس الدين اكو جد وانا ويلك شغاله او عايره ورا قول كنا يا دقن ني والله تليا دقن او شغله دحي او ما سنت تنكي ورن اوتيل كيلو دقي تس شو انا يا جال عقتي دن والي سينيا ادغا سن ركل كا ادغني شغله ماري برد برك اوت قولك او دقن يا ان اوتيل كما يسو دقي مقاهي دو قراد ماشي اوفد يا كاني الله يا رب انا سويتس الله يا رب هي مقاهي دو عاو فديا دلك يا كي خان نمك دلاي ما يغان مي ما هو شيء شاتيب الوطة نوع عاصج أنت أسوي جدا دربي وكل دقيقة مرايد وكل دقيقة نكاس لفت كي سوى نعاصو قلي ترى عادي وط كم شاو قادني برا هاي نكاس مية لفت كي سا سك مية هم يقوم تها داس بناك أبها عن لها سك لفت كي سوى نكاس وين ما راح يجيبي شد نكلا لو غلدنا نكلا لو غلدنا الشباب وهاي يارو حسمين جرتي مقايضة دي خوفه وسقران وحي كخلد جري نكلا وعرتي برامج دي فيديو كده بيجرين نين مساكين ومن اسكفر يوضي بق بق قال لي جري سوري نين هبل على وقلد تلمام ميسن مقايد دادك جوغ ميسن اقون لكن تلمام انو ميش اسقلي اي اوغاين بس سور كيسن ميسن لكن هادا السي عدا يا الله وشاك برت اوفري هذا ربانتي نحلق انت اسكدين دادك الدولد دو كجري على الشباب كما القبانية دادك تلياش السلقيدة لقدي على الشباب كما القبانية مية هذا نين والبنشو قلي كره قلو نيو والبا ماشي وقلي كره حقلا ولا هذا كل شيء نيو والبا إن ما أنت تليه تليه كعجين كي نسا الشاب لا ده أنا تليه دك ماذا قريولي يا يخان خوف مقال هذا مقضي شهاد وجدك مرة عتق أنا ما سوق بكرة دو أذك جدني عتق أنا ما نك كان ده يخان خطير وكل سود دقي عدة وكل سود دقي قرشوا حمر يمد أرض ما يسرن أي حق اللي وجد بي يا وجد بي سلكي كلا وجد بي مي يلي يعني قضية هوتيل كان دقينا قد بي سعري مي غان هوتيل أنا هذا هوتيل كان دقينا ما بقى غاني هذا كور من المقايل لما رافر ساسا نكو أفرين والله إنا بيكو شيء أيها واحد نو يمين قبر يويلا نو يمين مقايل دانا ساسا فرين الله ما تبدأ عدوا قبر حق يفرين ستي سلام تشاه قد سلا فرين ستي عمي قرأ انتو فرين ستي تليفون تليفون اسك قبسة أنا أقول نوالا موت وراي هراي يا يلدري إلى ودم بيكو شيء عذاب يلدري بلاي إن يدي شيء سكرف فيريا ما أسكري ما ها هل فيريا وصوت هاي فيريا أسكري ما هل دري ودلة قواريش قواريش ترش أسكري ما هل دري سكرف وير أنا كده ما أقدر نبري معون أسكان كذي إنه الشبابية فيريا وأنا بسقدوه أنا بسقدوه الشباب نسكي كذي تلفن بينك والله نيل دلين ما بجرب يا دري انك اسكريم ياها ولا لا دري قوارش ما دحنا اللي يقوي قرتين لقى جريه قبل دي حقي سفر دي سلانت وشيك سا اللي مش شغل والي سوق يا مكت هاي والله اني لا دري لير لكن ما شاء الله هل دري انا كده مواجه نبري قفك وده ايه الشباب ويس افوفا مرك ها رمي هل دري ساس ساس كوا الا دري وي دي قالوا وين مرك إنا نمكيتا إنا نمكيتا ألا في الشجب صوت على هذا لو إنه على شو أكل جود هل تدري على هذا شايك النكير هذه نهاية طيبة أبارك بعد على هذا ها ولا هل تدري ولا أنك أبيح على هذا ها كاس لفت كيسان كشكيب شو ألو ولا لك عيب وأذكر سعيبك إيه فرا أنا وصلت فرنا أيضا قريه وتنتهي ما دينا من نلفر إلى للبح من أنا خان ملوكين حداد مر بعد ما غش در عدد دام غش أما نمان على الشباب قاب وحيش وش قيستان أو قاب أن فهمك أو هذا كده اللي هو بدري وحوها ما يوحكر وسكر كريه
هدو نبى سكودي على الشباب وسكر كاريا هدو على الشباب يعني نبى سكودي وسكر كاريا فيري الشباب هدو يعني نبى سكودي وسكر كاريا وحال رأى قفل بمكينه أجاد سدال لجو أجاد تلياتنا أوتيل دكان ركب أوطة مقاعد أوفرلي ماشي وكل سو جد سلو أجاد إذا لفت يدي وحي أبا أنت إذا لفت يدي وحي أبا أنت إنت بلا سكودي والله ما أنت ما كلي شيء وياه اسلام مركي نينا واي مكاسا إلهي ونك استاف مودن ميا مكاسا يلي استاف حق استاف سو يلي يابي استاف مو بحنا بحمر ويمد ياكي غان حمر بالفيري ورتيس قريولي دادك دقل لينك اي غان لكن ماشي او دقمده هذا نوكو دقي قف دقن او يغان مجرد لكن دادك او لسو حريري دادك او ويمد دادك او تيرك لا دقنا اياه الشاقي او والله او بالله او طلع انا عندك قمبرين والله الشاقي إنه هتلك بحال الشيء إنه مقاعد الكاستجع على الشيء سداس ركوا وطال الشيء قف كله وغل ده صار من الفرد حبل ورفلا عارف أمريكا يعني شو دولة دان بقول كيف بقول والله يعني محمد عبد الله فرماجة أود وحلال كدت كأو قاعد مجد وزير كأمن حلك ما قاعد كرو صادق جان حلك ما قاعد كرو بلورك إنجليز إن لي سويديو إن ليس فيديو الله ونحري زيريزو أي هاد كار دقمين كمر كان كقيل لنا ده ورح الله قبته دقم هذا هو ذاك ده الودلية والسوق يا ده الودلية والدقم هذا ورتنا وضع ضد كيل الباب عشان الرعية قدام يريزو ورخذوا صصار قدام يال سدها أيو سرع بدل كوا كلنا واقف داري دمتها يا هاين مد دقم هذا إن شوقة إن دقم هذا عبد عسيس أو مجرتين ولا بين مخوش شيء إيه مد جوق دقم هذا هذا أمر الصلاة لبده دي بحلك وديده لماذا ديبا وريك تقصوا بعد قدامي قبل كبلاد روح عيالك الله قال لماذا قدامي يا سوري قدامي هذيك مدى حمر ججب سد عدو بحيلك وديد سد تليا بوليس كادو صو امر صو بحي او تليا هبل حيلك لا قاعد حيلك ولا قاعدين مر بعد ورا قلت تليا قصوا بعد حيلك ولا قاعدين ما دي ذكر حدو دي انت لو تقع حبس لو تحابي لكن ان لي سوي دي واي اود كود ديدين يعني يا ما تحتوي ذلك يا أجوك رجع أجوك معي لا أنا يريس وحلم يجي قاعدي كرو صوتها أبتيجي غوية ذي لقى شيء أي وزير وأنا نبضي النول تادي ودي ذي سلام ركي أبتي أوعى على أبتي قدامي سازير قدامي تلفون أدري يا سوى غاد ما كقاعد كرتين اللي مدعوين وعيا سلام ركي يريس ولا صوتها بحالي الجوج فرد إلا سويديو إلا سويديو أود ماشي أصلاك وكدي ذي علك محيط تليه بوليس علك أغادك نبس قد أدى طيفة ديسي ومرخضة دو صوب علك أغادك تليه إذن كادي أو تليه الله الشقيني أمر ديدو والله وعيه هبك على أغادك حرق الله تخابيه مد ديدك واحد أنه من كان سراكين لو قد يقبه إن أي دولده الشقيان أمر كودن أو الشقيه هدوس أمر كود الشقيين محيط تليه الكي معو قدامي قبل كي يدوس أمريكي شقيني إلا سويديو مركب عربي أنا كوشة ماشان عد بني آدنا أضل كان أشقى اسمه جد أنت بوح الله قلت له قلي فشل كنا بدينا له وأنا الكوعي بيدلك دولة دي أنا رادين إني الشعبية ده لهيد شعب كي أيادت كي نعسي أو يور ريان قدامي أشد موينك أو ريان تلياشان سلقي ده لقي على شباب كيسو قصد والله أنا بيخوشين أنت يا دت كي سكوب بيصير سيعني هذا الدولة دو تغيرها لكن مركا عك إذا مو ماشي مريجي هبين والبروندس سمعني حافظها قراعي حافظ الحاقي مالك لا شقي ولا الدولة دو شقين سان لي ولا الدولة دو لا إن لا شقي أنا لي لكن دولة الآن قشم بقادين لا ميجينا نذيفين نلكينا عنشرين قف والبو دقم هذا دقم وانعيا وروح لي وراتي ورافع نذ هذا رأي مغلان تلقيه والد هذا رأي مغلان قدومي ده اللي يرى على ود دقم هذا ورتيد هذا رأي مغلان تلقيه سلقة فيري تلقيه سلقة ما مغشني كوع الشاقي ال قبطي الجنجر تلي دقم هذا ورت النبض الجود اللي سلي قرتيس وعش الشاق لمن إنه موتل وبربري سلي قرتيس سين نمان كان موتل وبربري كان سلي قرتيس أما نمان ما أنتوا موتل وبربري ويس على بعض الناس يقولون إنه نكره وإلى سويديان سردون كسلي جين سويديان لا قبطوه ولا نمان كان إلا ساكن موت مش كوع إلا كاري الله لا حري لو يدي يكو أود إني مالك الكبركرة واحد بدن 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 دولة دم والله قط لقنا محمد عبد الله فرماجي والله قط لقنا دار الشدي والله قط ديدي
madaxweynaha amniga lagu fashaqay wallahi oo billahi oo tolay dowladdii ugu xumayd ee maxamed cabdullaahi farmaajo noloshiisii soo martay waa dowladdan iyo shacabka soomaaliyeed. maxamed cabdullaahi farmaajo qofkan naxariis badan dalkan wallahi ma joogo, wallahi dhaaran kugu maraya aniga aan qaro u galay, aniga aakhira hal geeyo oo hal wacda, qofkan naxariis badan ma jirto, walaa ra-iisul wasaaraha madaxweynaha ka naxariis badan. ana qofkii isweydiiye wa madaxweynahan waa la arkay naxariistiisa, madaxweynahan waxaa la arkay inuu dadka dileyn, madaxweynahan wuxuu arkay in wax walba baaritaan laga sameeyo, madaxweynahan waxaa la arkay inuu wax walba uu nin degan ka yahay. hadda saraakiil socoto afar hadii u yimaadaan inaan madan madaxweyne qorshahaasaa jira, qorshahaasaa yuriisa lagu dilay, qorshahan wadnaa hayuu iska leeyay. jaa markii la arko waa laga tegaa, waxay leyna ayowra kiiskan waa iska dhaafanaa, odaga madaxweynaha waa nin deganba firi madaxweynaha inta dalkan dhibaatada lagu geysanayay waxaa la arkay nin iska degan oo iska masaakiina oo aan tallaabo qaadin oo ninna dilayn oo ninna soo xilayn oo xilnin xilli ka qaadin haddana aanan hadlayn oo afar iyo labaatanka saac idaacaddaa hortaagnayn waa la arkay, waa la akhriyay madaxweynaha. ani marka wasiiraan ahe madaxweynihii waa akhriyay musuqmaasuquna iga raadinayaa, musuqmaasuqa iga dhinac kale u bedeshe ragaa ii shaqeey wasaaraddan ka shaqeeyo shaqaalihii dhan waa ceyri, ragaan keensaday lacagaha dadka ka qaada, dadka gata sawirada, dadka wasaaradda u shaqeeya, dadka dibadda u qaaday barnaamijyo badanaan dadan samaystay akoonaan sameeyey oo ninkaas magaciisaan ku qoray gabadha aan qabo walaalkeeda akoon ka dhigaane saadi saadi qof walba waa inuu ogaado ninkan wasiir waaye musuqmaasuqa lagala yaaliyey anigu wax lacaga ma cunin wadamo shisheeya oo lacagtii ii keenay dowladdan u dhiibay akoonkaana kusoo shubay. laakiin waxyaabo taas ka badan ayaa gob ka socda wasaaraddu ka shaqeeya wasiirkaas. shahaadooyinka ilmaha la gadanaya, shahaadooyinka caruurta la gadanaya, boosaskii tobankii dibadda loo qaadaya la gadanaya, qaraxyada dadka ku dhaawacmaa la gadanaya, waxaasoo dhan wasiirad dowladda ka tirsanaa gadanaya. madaxweynaha marka wasiirkii taleefanadiisii gurigiisii wixiisaa la weydaanaya, laakiin rag kalaa shaqaynaya oo qorshihii wada. aniga xafiiskayga lambar afar ku yaala, aniga xafiiskayga lambar afar ku yaala, lambar afar dowladda intay tagta xafiis islaamada weerareyso maxayta, magaciiga kuma qorna, wasaaraddu la shaqeeya kuma qorna, shaqo gooniya wataan kabani magac kale ay ku qorteenba. dheeraade akhliyaa la rabaa in laisweydiiyo. weli ma aragtay ilaa hadda dowladda nabadii nool wasiir leeyahay musuqmaasuqa lagu qabtay ma jiro. akhliga muu leeyahay? aniga hadda wasiiraan ma akhligaan lahay? magaciiga iyo akoon walbaa la tegayaa, shirkad walboo dal ku taala la tegaya, akoon magaciiga ku raadaa la helaya, alabaaraya ma la helayo? mana la helayo? mana la helayo? adar nuu kala wadiya meeshaan waxaa ku hayna waa beene, nuu kala wadiya adar, wallahi waa been iyo naxda wallahi nabiga kuu sheegin. war ilaahayn ku dhaari laba nin oo askara oo labada ninba ay al-shabaab nafta u keeneen oo dadkii nafta u keenay oo suuqa soo dhex gelay labada nin ee degmada lagu dilay, ninna waa waaxda saddexaad ee degmada warta nabadda tuugadii u diiday. firi ciidana imaanay degmada waaxda saddexaad, waaxda saddexaad qof walba inaan fahansiiyo waay, waaxda saddexaad waxay u dhowdahay bakaaraha, waa abu hureera iyo dahabshiil meesha ku taala laamiga maracan ama neeshka weyn ayaa la waaxda saddexaad ee degmada dad aan aqoon moogta suuqiya soo gaaray baabuurta ugu badan ee qudaarta keenta iyo dadka gobollada aada waxaa laga raa xaafadahaas dhexdeed burcada u timid, ciidan militariya u imaanay, lacaga xoog ka qaadanayaan, qofay ka wadanayaan, waxaasoo dhan waa nabadiin taleefonu siiy adii layni soo wac kar iisoo wacuyin in lacagna ka qaadi karta ma jirto, lacag aan canshuurta dowladda ahayn oo loogu talagalay degmada cidaan ahayn ma qaadi karto, burcadii inii timaada isoo wac nin afar iyo labaatanka saac u taagan haddii saqdhaxa aa wacdo waa soo kacaya soo ciidan wad firi adar waxaa leyay ninkaan loon begin adar sheekuba la yimidba ma canshuurtan qaadan u diidaya yaa ku diiday taliyebel waa maasantahay haye wariya nalalkan yaa yiri shida taliyebel ayiri haye qashinkan xaafadda lagu dhigay yaa diri baabuurtan hala kala hormeeyaa yiri taliyebel ayiri adar ninkaan inaan degmada dhaafino horto juudiyaa lagu baxay shaqo walba xataa maamulka lala soo xiriira dilrab adar fiiree juudiyaa lagu baxay wallahi waa la diri wallahi oo billahi oo tallahi waa la diri sagaal xabbaa lagu dhuftay sagaal xabba waaxda saddexaad degmada lagu diray ka gudub askarigii ee ka shaqaynayay sinaay suuqa sinaay ee dadka kale nidaaminayay ee suuqa nadaafadda u diidanay ee afar iyo labaatanka saac degmada amnigeeda ka shaqaynayay ee suuqa degmadeeda amniga ka shaqaynayay oo ciidan sharaf leh oo liiqaano u ahaa oo aan dadka dhici jirin oo hooyadaan dhibi jirin haliya ninkan adar aan sadhaafin waa la sadhaafi hal maamulo ka hadla ma jiro xataa maamulka degmada ma booqan xataa taliyaha saldhiga ma booqan ciidanaa tegi meydka meesha ka soo qaada
أدر واحد بدن إلا سويديو واحد بدن إلا سويديو هذا أنا مامل كم عسمي ما أنتم نكاس أنت مامل كم عسمي دتك السوق واحد الدجناء نوع الحق وما أنتم نكاس أنت مالك كويت إذا قولي سيلتين عروتي سيلتين ما أمرك الدقمة أنت إما دين إذا عضي كهلين دتك التعسين أو نكي نكي دتك دلي بارتان لي شيء واحد دتك دقنا ولا حق سوتها ما أقران لين إن دتك الله بركعيني كان ما أقران لين نكان وانين يكجو أن النظام دتك أنا دين الله بركعيني إن ميل دجيو وهو يوي المساكينة يا ماشي على الصينية هذه دولة أبا أنت دتك أنا ميلان جينينا أكاري أما السوق الصيني أمريكا ديجينو أما السوق يدق منا ورطة ورطة نبض ورطة أنجينو دتك أنا وين ميلجينا دتك الناس كحقة حالما عري ما قش ما دتك وعي باهين دلك وعي كلين نظامي باهين مجرد ولا نكين ولا دلي ماشي ولا حق هذا القفل بين سويدي دي بيجوا ويش محل كل مي قفل بين سويدي ما اسك أرض ما مدحويني محمد عبد الله فرماجي والله قلت له قري والله قلت له قري مدحويني عن دلك موريانتنا لو ذا ديبي الشباب الشغل جو ذا سي صلقي ذا لو ديبي قدام يال أنا شقي سنين الله شقي الله سوى علي راوي أنا كلا شقي سن إلى أن كنا تنبي كل شيء والله أو بالله أو طلع أقرا وتجي قدام يال واحد أي الله كل ما أذكر بكاسة واحد يعني دقمة هذا حوا أم الدرع كجرتي ما أم دقمة وش شقي سن أما حيل كان أسكديك أو مالك لك شقي سن بكاسة قدام يال دقمة ذا بس كتب كواهية الشباب كدهن كل واقعيين ربعهم قدامي واقعيين أنا رأوا أن أنت أنقبنا هل برا ويرنا لأن يردن جرو كجيل تنقبنا نكيم غير كونه دكان ماشى الشباب ولا صوشة أنقبنا أن قدبين مركون نكيم ورك يقدر مستحيل هذا شقى مكسيا شقى خدرة شقى يسوع دك ماذا أنا ذا فدي ذي كشقى ده كاسكو مشغول إلى رأتنا بيكوش أنا أقرب ليسوي سج وأنا ليه قدامي واحد كاس أنا بينك شيء شغال على جروير كتك اللي مكانه هذا نكاس سوق شقيني يا مرك فين تسمى بوينت ده مش شقيني نفسي دي سوق عري فين هذا قدامي ياشي سد على إلا صوع يدق ماذا كاران ما أمرك يدق ماذا أنت قوي ما دين يرفيري إذا ما هيسن رجوا أنا صوعين خوب هنا للسيو رجع الله ويرتقنه ورا أنا قلنا ماذا لي أما رجع إسكيلي أما خوب رأسي تقعني كني تعالى نقول بوع عري مرك إيكو إذا عدو تجين وابع عريم دقمدي إسكا هوني سالك إسكا هوني سأقول لي مامورك دقمدي ما بإمام هو يوين كقشين كاسوشك حالي قدام واحد كواب تقالي واحد بدن 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 قرقة دا أس أس كلا قصصين محمد عبد الله فرماجو مدح توي ذا الله إيمانية أنا كوشي والله أنا بيكوشي سرت أنا كوشي يعني يقول بريمرك مدح توي ذا قرقة كدعو هايدين قدام يحقيك كنت والله أو بالله أو طلع الناس أيها توم لاش شيء إن ركت على الشباب مدح توي ذا الكلين بروك إنجليز إن اللوك ليهين إلا هذا بارتان كسوة صعدة هنين مدح تويد كترسل أي حب تاس إلى حريري أو يري سراكيل عيدا نتمت رجع بارتان كسوة صعدة رجع لو بتبعد جوبية توم مكاسا واحد ما أنت توم كمدح تويد صقرة ما هي الحافظي وكيم صاص صاص أنت قرح قد بي حق قاد المهان قد أنت صمع ما كده مدح تويد تجا نمك وأقول است أوريدي قبل كده كسر قولي سين أغرحين اللي وجد بني الله عايز يكون بحنيان الله عايز تجده الدقمة قبل كده عايز راجع بحني تورتور الله عايز صدري شركة زي بره لوعة ألي نيكاس كسوع لا بغلو تور نيكاس كسوع سيد حب بغلو سي بري أكون صار شركة العيال إنكو صار شوية في هذا وأول بدل كان أكون هذا إن اللي حكني بو إن اللي وجد أكون هذا كان كشغي تلفون هذا كان كشغي سركيلو ولا بيمبارتان وسمي مع ناكتي سلبارو مع علمي سلبارو هذا دلكو حال من غني والله أنا بيكو شيء عهوة أنا قلت واحد وأوجه لكن إني كواجي إني بريء أرجع هذا اللي يابي تليه تليه كوعيان كي نيسا الشباب اللي ده أنا هتليه دقمة قريولي إن ما أنت اللي قد له دقمة خدن هذا اللي يابي سألنا ما يابي أنا يوم مقالة عن شوقي قابا سكوير دين وأنا قاني قابا مقالة عمرين وأنا قاني هدو قرح إلهي لو قلن سيو أي هدي أنكو مالسو أنا حبضنا لكفره وقتي يرتمويني لكن واحو البواء ماشي أن تقي واقوة إدى جوكت وانا غاني إدى كشقين سوانا غاني مال آنا نقوبين مكو دك ديكر لكن هدي الربو الوقيني ما أنت نفتا ديكو قدميس ماشي أرتا الوقيني فين هدي واحو البان أغا مال كان كوش شيء أنا وال أنا وحمي إلوين ما لكن واي لوسو قبل لا يعني لا يا ماهي لما يابي وان أغا نكا أن دادو لجوغا الشيء
dad hoteelka la deganaa sheegay meesha uu aada la sheegay maanta saacaddaas markuu u baxay ayaa la fiiriyey meesha uu galaa la weydiiyey waa la hubiyey waa laga daba tegey waa la sheegay shaatiga wataa la sheegay qaybtu kasoo jeedaa la sheegay bartaa lagu diray maaha wax fudud maaha inuu baxay quraacanayo meel fadhiyo inuu ka soo jeedo shaatiga u wato ayaa shaqo badanay u baahan tahay iska fudeed ma wax fudeed ma qof walbo aqoon leh ama siyaasi ama nimankaa naba sugida ay dhegeysanaya hadda ifirsanaya qaar ka mid a magacyadooda ma raba inaan sheego way og yihiin horan way ogaan wax badana dowladda waa uga digin madaxweynaha xataa fariin waa gaarsiiyeed way og yihiin waxaana haddaan booliiska la baarin naba sugida la baarin lama baari karo dalka dalka waxbaha ku mashquulin guryaa la baaray iyo ciidanaa tegay iyo waxbaha ku mashquulin ragga baaraya waa rag iyaka ka tirsan al-shabaab la tirsan hadda ka hor waa maqashaa umalaynaa taliya ka tirsan booliiska in lasoo wacay oo la yidhi haddaadan arintaas noo fulin wallaahi oo billaahi oo tallaahi adiga iyo caruurtaadi xaaskaaga guriga miinaan ku xirana waad aragteen oo idaacadaha ka sheegay oo kala cararay caruurtiisa meesha hel adi shaqada qaba kuwa noocaasoo qabanayaa jirta marka meel uu cararay aan aqoon ani maxaa iga rabtiin waa inii fududeynaya soo ciidankayga maa gaarigayga maraya kusoo dartabasada xataa haddaan lay fahmin aniga ciidankaa tegaa waraahay daaqad iga fur waraahay war ma fiicantiina ay warkata gaarigaasna anigo ila socdaa sii daaya hay gaariga makuu gudbiya ordiga tagaa lahay beerka allah kugu dhiftay iga tag soco in la isweydiiyo wa in horta marka hore gudaha la baaro waay gudaha markii la baaro ayaa banaanka la aadi karaa gurigaagii iyo xaaskaagii iyo caruurtaadii oo degan oo dagaal ka socdo oo gabadhaadi weynadii wiilkaagii toreeyey isku wataan oo guriga buuq ka socdo haddaad tiraahd xaafadaas dagaal ka socdaan soo xalina markaa soo noqoto ilmahaaga mid ayaa la umeeda aqli maaha gurigaagi inaa xalisido booliiska in la baaro waay naba sugidda in la baaro waay wallaahina bay kuu sheegin wallaahi oo billaahi oo tallaahi saraakiil al-shabaab ka tirsanaan jirtaa dowladda ku dirta oo booliis ku jira oo hebeli hebeli hebel la sheegaya madaxweynaha waa yaabiya marka waxaan yaa soo fasaxu taagaya madaxweynaha xaggee laga soo fasaxu taagaya marka madaxweynahan ka sugana inuu uu shaqo qabto waaba shoogsan yahayba shoog waayo wasiiradiiyaa isbedelay xildhibaanadii nabad noolna isbedelay madaxweynaha kaartida waa looga baxay intaan madaxweynaha halkaanu fadhiyaa wuxuu la fadhiyaa wasiiro qaarna ay xildhibaano yihiin haye waxaan u baahannahay in awoodda shacabka lagu celiyo waxaan u baahannahay in shacabka ay qof kayrabaan doortaan aniga hadday dooran waayaan madaxweyne sheekh shariifa doortaan laakiin waa awoodda shacabka inaan ku celinno waa ila qabtiin soo maa ha madaxweyne waa mahadsantahay tankii haye inigana waa ila qabtiin mo madaxweyne waa mahadsantahay baarlamaanka markii la tagana dalku amni maaha doorasho qof iyo cod ka dhici mayso la ilaaha ila allah marka maxaa raadini marka maxaa raadini ma yiri qofkaas ma fahmin qofka caruurtiisi maraykan joogaan a waa mahadsantahay tanki waxaan rabaa marka qof walbo daawanay intaas inuu ogaado madaxweynaha la qiyaanay markaa ku mashquulin qaraxyo iyo dilan magaalada ka socdee horta dowladda aan taageerano ama dowladdii madaxweynaha aan u sacabatumanay oo nabadii nolol maxaa dhexdeeda ka jira inaan isweydiisado guddoomiyihii baarlamaanka waa baxay ra-iisul wasaarihii waa baxay wallahi been makuu sheegay wallahi qof dambe iga dambeeya weydiin saddexdooda baa kala tageen nin walba xisbi hadhowda guddoomiye xagee keentaa idhiin waa ku kala sheegi karaa xisbiyadooda xisbiyadood waa kuwi madaxweyne ra-iisul wasaaraha xisbigiisa waxaa lahaa higs iyo himilo madaxweyne maxamed cabdulla farmaajo nabadii nool ninkan kalena waxaa lagu sheegay xisbi nuuc kale oo aan garan waay guddoomiyaha baarlamaan annada xisbi kale wa mala warkeegnays guddoomiyaha baarlamaanka isagoo xisbiya baarlamaanuu aadayaa xildhibaanuu soo noqonaya xildhibaan markuu noqdo ayuu mar labaad wuxuu u tartamayaa inuu guddoomiye gobol noqdo warkayga si fiican fahanta umaleynaya qof walba intaasa ogaada madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wax maanta gacanta ugu jira dalka wallahi ma jirto wallahi qof iga dambeeya weydiin qof iga dambeeya haddaa weydiis wallahi oo billahi briya isoo wici waa kuoga aniga nin nabadii nololaanahay nin maxamed cabdullaahi farmaajo dowladdiisa taageersanaanahay welina waa taageerayaa inta ay maalin ka dhiman tahay laakiin waa sheegayaa dureelada jira waa sheegayaa madana madaxweyne hala daboolo
madaxweynaha niman ala shabaab jira niman booliis ku jira jira niman laba shaatiyaal jira qarax niman fududeeya jira aniga wax beri dhibaato ii keenaya ma samaynayo anoo ah afyeenkii gobolka anoo ah taliyihii booliiska ma samaynayo wax ii damage garaynaya shacabka niyadda ka dilaya beri been noqonaya ma ku hadlayo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo hadduu isoo waco waxaan leeyahay anoo ku hadlaya magaca madaxweynaha anoo ku hadlaya magaca ra-iisul wasaaraha waxay ii soo sheegeen inaan ka hadlo dhibaatadii dhacday ayay ii soo sheegeen beryanka noqonayaani afyeen walboo laga dhigo beryanka noqonaya sababto magaciiga iyo sharafteeda way dhimanay maxamed cabdullahi farmaajo kheyrna beriya war kala tiga meeshaan war kala tiga waa inaa ilaalsataa dowladda ula shaqeynaya si dacada ula shaqeynaya shaqadii lay diraan qabanaya aniga oo lilaahi niman ku qabanaya kitaabkan ku dhaartan ku shaqeynaya laakiin wax beena ma sheegay qarax la soo gudbiyey oo lasoo dhaafiyey soobe oo lambar afar lasoo dhaafiyey oo dabka isagoo xarkoonaya soo maray ee qarxay in la yidhaahdo qarax baawur lagu dhajiyey waay ninkii isqarxinayan laba mar loo diiday inuu waddada maro oo ilaa hadda laba ninoo laga shakisanyaha loo qabtay wadadii baawurku soo marana dad u xiran yihiin beenta intaas lag maxayta beenta intaas lag in la sheega maxayta waa wax loogu talagalay dowladdan iyo shacabka in la celsan casi waa loogu talagalay waraa tag aawey aawey shalay booliiska gudoomiye taliyaha booliiska ma hadlaya aawey afayn gobolka tag waraa hadal si orday inuu yimaado uu yihahdo haa qarax meeshan ka dhacay dhulka ma go-in qarax baawurka baawurka lagu dhejiyeyna qarax baawur sidima ahayn waa qarax baawurka lagu dhejiyey waa in laisweydiiya cidda dirtay ee tiri hadal yaa ciddan soo diray taliyaha booliiska haduu yiri taliyaha booliiska madaxweynaha weydiinaya yaa ku yiri baawur qarax lagu soo xiray yaa ku yiri xaggee ku keenta cadeyntaas in laisweydiiya isaga inuu yihaha tirheli baa isoo gudbi waa soconaysa u socoto degmadahoodana tege ee gaariga laga soo saaray qarax meesha lagu soo diyaariy firi madaxweynihi waa yaabin isagaa laga rabaa marka isagaa laga rabaa aniga marka la yaabi maayo madaxweynaha madaxtooyadiiyaa dab ka socda gobolka marka dab ka socda ha la yaabinna madaxweynaha waagaa u beriyey madaxweynihii ra-iisul wasaare isku dhacay lama arag ayay sheekadu ahayd hadda waa la kala tegey qaab lagu kala tegey maxayd waxay ahayd madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha gobolka inay hal xisbi yeeshaan hal awoodo muuqata oo meel ka soo baxday ahayd miyaysan ahayn dadka nabadii noola awooda taageersanaya anigu miyaysan ahayn yaa sorno soo qoradaa laga rabaa hadday beentay tahay beentaa waayde bal warkeeda si faca u dhegeyso madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha iyo guddoomiyaha gobolka inay saddexdooda hal xisbi samaystaan oo awood le ay noqdaan maxaa yeelay madaxweynaha hadduu guulaysto ra-iisul wasaaraha uu noqon waayo xataa ra-iisul wasaare xil kaluu helayaa miyima ra-iisul wasaaraha mar laba dalka kama tegey guddoomiyaha baarlamaankana waa lagu soo celaya inuu guddoomiye baarlamaan noqdo waa aqliya la rabaa mogta laakiin marba haddii la kala tegey oo kale xisbi la samaystay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ma isku dhicin gurigaaga dhiso marka gurigaaga u qaado omogaas adeerbeema madaxweynaha iyo ra-iisul wasaare isla socdo oo isku mowqif hadday ahaan lahaayeen hal xisbiya wada furanayaan waa aniga fikraddeeda yartaa iyo aqoonteeda yartaa laakiin haddaa mar maqasho higs iyo himilo nabad iyo nolol haddaa maqasho already higs iyo himilana la horgeeyey guddiga qorista xisbiyada loo geeyey adar laftigaaga inaa wax isweydiisido madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo inuu marka gobolkii wax ka qabto saraakiil qarax soo deysay wax ka qabto in lacag la kala qaato madaxweynaha waqtigaasoo dhan waxuma hayo waagaa u beriyey fadhigaa waagaa ugu beriyey madaxweynaha wuxuu ku siganaaba in rag al-shabaab gudaha loogu geliyo adeer been maa fiican runaa fiican adeer runa yuu aniga ku igu imaanay maxaa yeelay anigu nabadii nololaan wasiir ka ah xisbi walba aan gelaya nabadii nololaan gelaa ama aan soo helo ama aan khasaaro xildhibaan waan noqonaya mar walba xildhibaan waan soo noqonaya laakiin aniga inaan meesheeda ku dhammaysto ayaa waajib laakiin mar haddaan ka baxay oo aada maqasho anoo wasiira oo ay taqaaniin ismaaciil inaan ahay oo intaan soo istaagay iri dalka amnigu ma jiro anigu waxaan ahay waxaa laga soo doortay galmudug galmudug baawuraan ku tegey waxaan ka baxay gobolka banaadir saaran u baxay galmudug degmadii aan ku dhashay baawuraan ku tegey nabad gobolladan tegay caanan ka soo cabay maantana afgooyn mari karo afgooyn mari karo doorasho qof iyo lama qaba karo waayo ku beriy adi waayo ku beriy guddoomiyihii wasiirkii ugu saameynta badnaa nabadii noolaha helaad waxaa la rabaa inaan isweydiiso marka wax dhibaataana ma dhicine ra-iisul wasaarihii madaxweyne weli guux ma laga maqale
wasiirkan wuxuu ka tirsan yahay xukuumadda nabadii noolle siduu xukuumaddiisa ugu dhaliili karaa inay amni daro tahay dalku. In la isweydiiyo mascuudo amaasan tahay, in la isweydiiyo wallaahi nabiga kuu sheegay, wallaahi billaahi tallaahi horena waan kugu sheegay inaad dadkaa wax iga dhigi doonaan in qabiil inaana maahay nin qabiil, laakiin iga qor maxamed cabdullaahi farmaajo the honest one dowladda nabadii nool. Hadhowd waxaa tiraahdaa madaxweynaha ku qabiil tahay, wallahi nabiga kuu sheegay. Waan akhriyey 24 saac wallahi telefoonaa isoo dhaca siyaasiyiin aan dalka joogin, fire siyaasiyiin aan dalka joogin dowladii hore ka tirsanaa niman qabiiraa oo ka shaqeeya jaamacado ayaa isoo waca oo aqoontiida yartaa ii saa'idiya. Yiraahda Ismaaciil wasiir hebel ma taqaanaa, wasiir hebel wuxuu ahaan jiray sidaas, madaxweynaha saaxiibay ahaan jireen, kambeyn la diyaarin jiray, ma taqaanaa sababta ku kalifay inuu dowladdii ku dhaliilo amni maya, waaga ibriya sidaasaa keentay. Sidaan fire firaadi wallaahi oo billahi nabi kuu sheegay, dad iga aqoon badan oo siyaasiina oo xilal soo qabtay ayaa la yaabay waxa socda, haddana waxay iga tuseen meelo dhadhow oo aan rabin inaan miidiya ka sheego, miidiya ma rabi inaan ka sheego, sababtoo ah ninkan madaxweynaha waxay wada ahaan jireen oo kambeyn ka wada ahayn oo madaxweynaha Maraykan la tegey oo la tegey Holland oo la tegey Finland oo la tegey Milhebel, intaas madaxweynuhu wuxuu kala shaqeyn jiray maxamed cabdullahi farmaajo doorashooyinka markuu raadin jiray, ilaa markuu maxamed cabdullahi farmaajo dalku guuleystay wasiir laga dhigay. Ma isleedahay ninka intaas madaxweynaha la socday oo madaxweyne la yimid dowladda kala shaqeynaya wasiir saameyn fiican kule la sheegay wasiirada baraha bulshada ku jira ee mucaaradka caynaya u yahay, ma isweydiisay waxa bedelay uu ku tilmaamay dowladdan inay tahay dowlad amniga ku fashilmatay, deegaankii laga soo doortayna uu amni dara yahay, ma isweydiisay, may warun isma weydiin, sababtoo aniga nin saaxiibkay ila soo koray gurigeyga ku soo koray maanta weeyaan uga taga male waafiri dowladda weerar u aadnay waa soo guuleysan wasiiraa noqonay magacaan soo yeelan meelaan weligay teginaan yeelan maanta ataxiyaad kama dhuusiy, waxaan leeyahy saaxiib haddaa wax heshana waa helay, haddaa weysinna waa isla weyni maa salaam, waa la weerar tegayaa ilaa meesha ugu dambeysa. 92 xildhibaan oo dowladda nabadii noolla oo u dhimanaysay oo ii sheeg maxaa la dhahay haddii xildhibaan hadda mid hadduu maanta hadlo idaacadahan iskugu yeer yaa dowladdan mujida haddaan dalka laga qaban hala badbaadi wasiirka ku xigo hadli jiray wasiir ka mid ahaayeen waa beentiis isagaa qaa'ina dowladdu way shaqaynaysaa xil uu raadinayey lacag uu waayey ayay leeyihin waa ku tilmaamayeen nimankii saas dowladda u daafici jiray codkay waxay ugu shabeen in maxamed cabdullaahi farmaajo wax uu hayo ay been tahay oo dalkan qof iyo cod iska dhicin oo fiqi iyo maamul salaadiyo oo ay fadhiyaan ay la yaabeen war Ismaaciil maa ninkan dadkana waaga bri ninkan horta laba mar laisweydiiye horta ninka ninka miya dowladdii weli ma dhicine weli dowladdii sanada u dhimanay ninkan saan u hadlaya muxuu yahay anoo ah Ismaaciil aana ka tirsan baarlamaanka aana wasiir nabadii nool ah waxaan caddaynayaa baabuurkan uga baxay xamar oo galmudug aan ku tagay inaa dhinaca kale un bedelaya dadku waxay fahmayaan inaa ninkii weeraray ma dhinaca kale un bedelaa mar haddaa arto deegaan kale inuu aaday deegaankii aan ka lexday anoo Ismaaciila oo galmudug laga soo doortay baabuura xamar uga baxay galmudug aan ku tegay maanta amni maa afgooy ma aadi karo lamar afar qaraxay ka socdaan bal ilaahay in ku dhaariyey isaga iyo xildhibaan faqi soo isku mid ma noqonayaan ila xildhibaan faqi waa ninka dowladda amni darada iyo dhibaatada dhacda 24 saac baraha bulshada ku haystay soo isaga ma ahayn isaga lamiduu noqonayahay marka aawa daahirkii iyo wanaagii aan u arki jirnay iyo xildhibaanadii sharafta lahayn aan dhihi jirnay aw sharafti iyo magaci aw in wax badan la isweydi madaxweynaha waaga bari 92 xildhibaan oo gacanta nabadii nool saas ugu jira oo cod walbo la keenay haddaysan dowladda uga jeedin kaba soo qaado kale 92 maho anaa 91 anaa iga soo qaad aniga haddaa iraado mooshigaas hadduu sax yahay xataa aan qalad u arko kun way ugu raac jireen 91 waxa la jiray waarun Ismaaciil waarun beenta gudoomiye george joj shirka cir halu kala tagaa nijir maa gudoomiyaha nuu raaci jir saashin koodasna way raaci jir aaway waxay u codeeyeen dalka inay isdoorasho ka dhici karin inay amni darro tahay inaan xukuumaddan ay ku fashilmato shaqadii loo diray maxaa keenay waxaasoo dhan maxaa keenay welina wasiirada dowladda ka tirsan waa
adaa laga rabaa inaa hoonka ku qaadato anuu ma rabo waxyaabaha qaar inaan ku dheeraado waxyaabaha qaarna hoos usii galo ma rabo dadaa waxay ii fahmayaan inaan qof shaqsi u danlaye ma rabo marka haddaan shaqsi caanayo mar hore meeshaan dadkaan ima daawadeen todobaatan qofoodii boqol qofoodii laba boqol qofood ima daawateen laba kun ay daawaneed ilaan ku dhartay nabiga kushi haddaan maalin walba shaqsi usoo fadhiisanaa ay ogow ogow tuhunka jira ogow dowladdan waxaa ka dilaacday burcad tiro badan burcaddii al-shabaab ayay xiriir la samaysteen al-shabaab ay akoonna la leeyihiin al-shabaab ay taleefonna kule la socdaan al-shabaab ay la shaqeeyaan ba ilaahay ku dhaariye sargaal dowladda ka tirsan oo hoteelka taliyahan la degan in la soo waco oo leedahay waraahi taliya ismaaciil ay ma fiican tahaa la marnayn qolka qofka degan ma taqaana maya soo raada qofka degan aaraday wara ki shaqala la marnay ya digan waraani taliya digan oo lahay shabeelada dhaxo taliya kiya ha wani taliya digan shabeelada dhaxo taliya ka oo ma santa thank you intaas kaliya karim fiiri aniga taliya karaan dawladda ka tirsanaan in la iswaydiyo wallahi oo billahi oo tolay qorsho dhameystiran lagu diray qorsho dhameystiran lagu diray labadeen in degmada warta nabada qorsho dhameystiran lagu diray oo cid walba ay ku lug leedahay hadii la raadiyo ma aha degmadu soo galay adar aniga inda kama absol rutaa sheegaya maxaa yeelay intii la dilay berina guryo la jijibshay maxaa kulmiyaha isku soo aadaa ay dadku dhahaan ninkii dadka naga celin jiray waxaa la ii sheegay in dhowr mar maamulku isku dayay in dadkan laga barakiciyo ay diideen saraakiisha meesha joogta oo isaga hogaaminayay ay diideen yidhahdeen maya ma qorsho haysaa maya dadkan dadkii degmada degan waay nidaami u baahan yihin shaqooyin badanaa muhiima in amniga laga shaqeeyo in nadaafada laga shaqeeyo shaqooyinkaas hala qabto dadkan hala daayo markii la dilo haddana dadkii la barakiciyo laftigaagu waa isweydiinaysaa waxaa la dilay hadda ka hor guddoomiyihii sportska ee degmada holudaaga la dilay ahna wuxuu ahaa guddoomiye waxiid hal maalin staff ma wadaysa magaca degmada weli ma loogu yeeri guddoomiye waxiid inuu yahay isagoo guddoomiye waxiida ayuu guddoomiyaha sportska degmada holudaaga ah wallahi qof walbana gaabi wallah maxamed gaabi maamulka degmada bisa oga gabdhaha degmada waa tagaa wuxuu yidhahdaa guddoomiye waxiid waa imaanaa dhihi jiray isagaa dhihi jiray isagaa iskaga dhihi jiray qof hoos sii waday isagaa dadka isku isagaa degmada waaxda iska shaqeyn jiray waa la soo ogaada inuu guddoomiye waxiid yahay aniga saaxiibkai lilaawa eelboorku igu imaan jiray waxaan u aqaanay guddoomiyaha sportska inuu yahay haddii la dilana waxaa loo dili lahaa inuu yahay guddoomiyaha sportska degmada wladaag intii la dilay oo biskoolad lagu dhuftay wallahi nabiga kushe awraaqad la dul saaray aa la yidhi waxaan dilnay guddoomiye waaxid dadkii ugu horreeya ku sayaca markii arkay waxay dheheen war maxamed gaab al-shabaab waa sheene maa guddoomiye waaxid ninkan maahe sportska ahaye dadkii dhan xaafadda waa laga wada hadlay websaitekaan dhigay anigu websaitekaan dhigay allahu naxariista guddoomiyihii sportska degmada dadku waa soo waxay guddoomiye maxamed gaab ma aqoon miya ma aqoon ninkan saaxiibkee waa guriga igu imaan jiray waa tegi jiray magaalada isku arki jiray aniga nin sports iyaha guddoomiye waaxid ima ahayn dhalinyaradiiaan wacay saraakiishi degmadaan wacay mid taliyaan wacay wuxuu yihi ninkan aniga ma aqoonba ninkan guddoomiye sports iyo shaqo u wado mar walba dad u wado abaabul aan ku arki jiray guddoomiye sports iyaawy haddii la dilayna guddoomiye sports lalagu dila waxaan isweydiiyey marka cidda og inuu guddoomiye waxeed ahaa yaway yaa al-shabaab u sheegay marka ilan dadkii u shaqeynaya degmada degan inuu guddoomiye waaxid maba ogee guddoomiye sports u yahay haddii la dilay guddoomiye sports loo dilay inay yidhaahdaan islamarkiina sheegtaan waxaan dilnay guddoomiye waaxid ka tirsan degmada holodaag inay al-shabaab islamarkii sheegato xaggee laga keenay wallaahi oo billahi tallahi hooyadiisa walaaladiisa qaar ka mid a xataa ma ogeyn inuu guddoomiye waaxid usii dilaay shaqo si hoose u wateen maadaama sportska degmada uusan lacag lahayn inuu haddana dhinacan kale ka sii cesho oo si hoose uu maamulka ula xiriiriy loogu magacaabay in la isweydiiyo waay markaan ku leeyahay meeshan waa lagu jiraa adan haygu diidin nin walboo la dilayana waxaa loo dilaa isku wareejin meelaa laga wareejinaya kaba soo qaado kale inkaan hadda daawanaya talaa ii keenteen waxay tiraahdeen meeshaan dadkan hala dumiyo waxaan ku dhahay maya dadkan lama duminayo ilaa qorsho loo keeno amarkaygana waay waa iga tagteen waa tashteen shirkaddii waxay ku tiri warniyam dadkan maa naga rartiin meeshan waa dhisan lahayn lacagtaasa aynu siinanaa waa la yimid waxaa la yidhi guddoomiye lacag qaado haddaan in nadiif ahay mayaan leh marka dambe waxaa leeyay war ninkan inaan isdhaafno maahe meeshaan ma ogola see u mari karnaa marka
kwardiya oo ayan gurigiisa ugu tagana shan kun aan miiska u saarana alle hataa adi adinin laakiin mashuul iyo meel isku mashuul waa togeyna waa ka cararna xabada naga soo dabarid hataa si aan lagaaga shikin oo adiga lagu dhaho ninkii taliyihiisa u dilay oo inta u disha adu cararno ciddaada dhibaataada u gelin mashuul gal ama meel u aadi cunugaa usoo dhawaanaya bagbagaa la siinaa waa carara xabad ooda ka qaada gudoomiyihi xabada lagu soo furay ninkiina waa dilay waa cararay ciidanka waa bursadeen waa lawe isla maalintii ka bacdi dadka waa la aqaya waxaan jirin xamar waxaan ka socon ma jirto xamar anigaan haddaan kuu baahda aniga hadda taliye booliis ale wallaahi oo billaahi oo tolayna bay kuu sheegin aniga haddaan kuu baahda inaan meeshaan aan u arko inaan iska ka wareji karo iska wareejina inaan cidna dowlad iyo cidna inaan laysoo qabanay inaan ohe sababtoa waxaan ku hadlaya waa telefon waxaan ku dhameynaya waa telefon ragga lacagaan siiyey ee waxaan samayn fiiri runta haddii lagu sheego hadiidin adi waxaan wa aniga waa ogahay xamaraan ku dhashay ku barbaaray 24 saac sargaalna wasugada dhihin booliis adhihin shacabka magaalada adhihin dadaana aqoon adhihin 24 saac xog aana ogeyna lays gudoomiye gudoomiyehe hebelkaa ma maqashaa meeshaasu gatay meeshii dowladdu gatay dadka masaakiinta ku barakicin degmadii waa amni amni darro waay nadaafad darro waay looma shaqaynayo madaxweynaha marka halkaasaa laga soo kashifa halkaasaa dowladnimadiisii la yiri waa lagu ridi karaa aniga marka waxaan ka shaqaynayaa in hoteelka madaxtooyada u dhow inaad doorashaa la rabaa inay dhacdo mowte anigu madaxweynaha kasoo horjeeda doorasho dalkaan inay ka dhacdo ma rabo firi waxaan samaynayaa waa kashifaya dowladda hoteel kasoo horjeeda madaxtooyadaan ciidan gelinaya adi adiga kuu taala raggii galana meedkan la cararaya qoryaan ka qaadanaya meelaan geyna adhad waxaa leeya hoteelkii madaxtooyada niya madaxtooyada soomaaliya wax yar u dhowda meesha madaxtooyada madaxweynaha degan yahay safalba ayaaba waxaa leeya doorasho dalkaan say uga dhacee madaxtooyadii al-shabaab galeen hotel kasoo horjeeday waxaan waa qorsho qaraha waxa loo soo gudbiyey waa qorsho waxaasoo dhan maxamed cabdullaahi farmaaja loogu dalnay dalkaan inaysa doorasho ka dhicin dalkaan inay shacabkan dowladda jeclaan in shacabkii la baabi'iyo in burcan la dilaaciyo mar ayaan markii la joogo ayaa rag waxaa la sameynaya hataa ciidan oo dowladda magaalada lagu daadinaya alle dadka dhaca ani ciidankaygii staafka waay waraa gurigaana tegey bajaaj qaata hal jaakad qaata bis bajaajkan qaata ilaa degmada noocaasoo dhan soo dhac soo baabiyey dadka kii diidana xabad kusoo dhufta waa imaanayaan ciidanka waa imaanayan gurigooda joogana ay lacagma soo helino ah jooga waardiyaha qabta maxaa yeelay xataa in lay dilaacsiya rabaa aniga amni darro agadaa hadho waxa le ismaaciil loo yaro war amniga dalada ha waa ogahay xalay ciidanaan bursaday xabadaan ridi habeen dhacdaas xabada iska furaan leh xabadaburcadaa la cilsaan leh ismaaciil hadda lacsiyo waxa dalka ka socda ilaahan ku dhaartay waa been iyo naxdi nin hal salaa tukada xataa kuma jiro labadii qaraxba ee lagu soo aadiyey doorashooyinka qofkii aqoonla waa arkaya kii madaxweynaha wuxuu sheegay in dalkan awoodda shacabka lagu celiyo in qof iyo cod degma laga diyaariyo madaxtooyada horteeda aa la geliyay dad miidkoodiina lama arag madaxweynahana ma arag qoryihii in yaa qaatay booliisyaba la qaatay haram cad maa qaadad nabasgudda maa qaadad ciidanka madaxtooyada maa qaatay qoryihii waa laisku tuurtuuray raggii aawo miidka waa la qaadaba isla maalintii baarlamaanka loo codeynayay ee baarlamaanka uu u fadhiyey qof iyo cod iyo in doorasho loo dareero qaraxa wuxuu ka dhacay isheeg maxaa lahayay x control afgoye markaasa isla markii xildhibaanada waxay dheheen waa ujeedaa dadaa dhamaada leeyay waa kuwan fiiri baarlamaanka laga dhex shiday wallahi nabi kuu sheegin wallaahi billaahi xildhibaana saaxiibanaha ii sheeg baarlamaanka ka dhex shidnuu yiri qaraxii iyo qayladii iyo ambalaansyadii socda markaasa dadka dalka aad aasiin doorasho ka dhacdo waa taas alirmay kulli waa la wada coday waxaa la rabaa in lais weydiiyo muqdisho wax walba oo dhacaya waxaa lagu aadiyaa doorashaa soo socota sana guura waaye madaxweynaha imaanaya wufuuda imaanaysa doorashaa la qabanaya sargaala wuxuu ka imaanayaa galmudug taliyihii nabasugida galmudug ayaa dowladda soomaaliya u yimid si uu qorsho kala hadlo hoteleebali u degaya berina waa la dilaya waxay noqonayaan marka nin walba inuu hubkiis ka keensado gobolada todoba cabdibil isagoo ogaaminaysa oo hoteelku degan yahay isku ardiyay si kale male
سكر مالي يا الأمني تلاقيه عاد أوتي من الدولة كتر سنة عاد دوب أني ممكن لا شغيب أقول قد لي يا أمني والله بين ميني شيء ماذا حيني جعل ما رتا كوي شيء دل كان أود الشعب كعيد أقل من جد حليبان والبوح والربا إن دور شل لغا سمعي حزب كدونتو حزب داس إني ممكن كيما دان السيدو ده هذا حليبان هذا السيدو ده هذا دل كان نصيدو ده هذا العقل اللي يسكعونه قرح يده يسعودان على الربا محمد عبد الله فرماجي لك ساس مره بركا رتا كوي شيء محمد عبد الله فرماجي ساس مره بركا رتا كوي شيء أنا آخر اللي جينا والله أنا قد دولة دوا كسور جيدة وأنا دليلة مروا البنوا دليلة qaraxyada dhacay dilalka dhacay waxaan ku sheegay dawladda Soomaa waxaan leeyahay maxaa rag loo qabmay dawladdu waa dhaliilay laakiin runa ku sheegay madaxweynaha waa loogu talagalay waxaan in shacabka iyo madaxweynaha la iskorkeen in shacabka Muqdisho dawladda nacsiyo dhalinyaradii magaalada Muqdisho waxay bilaabeen inay tagaan wadooyinka ay fadhiistaan ay quraan akhriyaan hadday beenshi hadday ay runka tahay madaxweynaha ku soo banaan bixlay ay dhilay madaxweynaha naga tag laakiin way ogeyeen إن دولة دانك وهو سيا تلاقيها سلكة قدوميها إتوجين غلا دك ماذا كان غيب سلام بل إله إن كل داري هذا بل من الله سها حمر جيد جرو كويا له هذا عيد وعيا لسه لا يعو سجال ساعة لسه ياو عيد وقمة جلسيني كانين جرو جالس لسه ما له غنا جرو دك نسور هذه حلقة لسه إله إن كل دار تبري عيد صلاة وإيمانه شو قال لي أو تذكر لي سلي بيني حافظ حمر جيد إني من على الشباب دك ما له صوت هذا فينا gurigaan luuqo ku jira ee saq dhexal bilaabay la dhameeyay dadkooda hordayeen aan la qiyaasi karin oo cidda gurigaas deganay dhaasi xagga guri laga dhisay hadday shaqtana aan la ogaan karin in la ogaado gurigaan in la dhisi saq dhexe qaraa xaafadda yaalana aan la ogaan adan laftigaa inaa iswaydiisid wa gurigaan la dhisay waa ogaateen guri ku dhigan oo qaraa shabaab deganay maxaa la ogaan wa waa soo ogaateen kane kan ma ogaatiin adan waa kala shaqaysanaya meeshan ana ku sheegay nin walba xil loo saar alshabaab kuma mashquul alshabaab ragii ku mashquul jir dhan xilka laga qaad diba loo socday ninka alshabaabka wani salaam ya dhamaantiin ogaada intaas waxaad ogaatiin kaliya taliyihii nabad sugidda ee shabeellada dhexe ee maanta la dilay aana taliyihii degmada qoryooley ee xamir lagu dilay in qorshe dhammaystiran lagu dilay وقال انت اسكري وقال انا اقول والله انا اقول سوركي ساعتها ما صدق سوركي ساعتها هذا ما قال ننطلع يرى ان هذا اللي قدري ايان مغلي وليس الشاقي والصدق اذا قرأ على فيسبوك فيه حتى ما يعيسكم اخرى مركز اسلام مركي على الصواعي قد مين كل دلمة خانة مي وروا قد واتليك عيانك النساء الشبل هذا انا تليه دقمة قريولي ما يعيسنا وحال لها دوبو عثمان آدم أي الله يا بقى إبراهيم وسيل قدري إذا ما ذن مياه ما إذا نمي ما رجاي خاني ما قال ذو يمد دولة ذو يمد هتلو دقنا سداس أي الله أقعد حقي له قدري من مقايد القدري أي نمك أقعد كنا مقايد مركز كوي يمد الله كل محي هاي إن لي سويديو رجع دري ما لقبت مية نمانا نجيبته ذكرين ما هاي رتو تام ويت المي رع هذه ويت بيرن إن واحد بدن 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 ليش ويديو دل كان ما هجا جدهم والله وصعنا يعني وأنا واحد وهو أوجه واحد إلا ماشى بوك تال طبو مي إلا نمك سلاكيش الدولة كجرة الشباب كا يكون في عن الدولة وش غني لك رسارو السد ده عندما ده وش غني دل كلك رسارو نمك الشباب كا حلال كلا يخاض الحيرو بروك يا جريس اما نمسكوده كوجيران اما اسلوبه كوجيران اما بوليسه كوجيران انت بقى انا صارن ودلك لا صار او شقده لا جوجين او قدومياشان دغموين كتوغدا لا دلك لا قبن او دلن يرا جامعاده دمي مغالده مقدسه دغن اي نون ولب دغمدي سي حاسكي سي ارتس ودغن لو مغعاب تلي حافظ يقان لو مغعاب لو له حساب تمن شقده هيان صدح شي لا غربا ودوينك مغالده ودسن nadaafada magaalada oo nadiifa nalalka degmada oo dhisan iyo amniga degmada ay wax ka qabtaan bis hadii intaas ay la iimaan waayaan iyagana lagu la xisaabtamo bis dalka waa hagaagay.
أنا دقمدة سؤالك كويدي دقمدة أنا سينا برضو قدي كرا وعودي كرا لبا تنويل أو إذا دقمدة إيه لا ده مشارة دولة الصيدا أنا وكاس ما سيني دقمدة دت كدقن لبا كون بهات لبا كون أوشين سومالي هات قف والبا موادنا ودقمدة دقرن كسو أرورا شن وحدوة شن تاسو وحدوة كسو أرورنا بيلان جوكتو وديها gaariga digmada soo gala guri gaar lagu xareenayo garaashada digmada inta baaritaanka inay ka sameeyaan nin al shabaab ka tirsan jiray ama garaash ka shaqeeyo ama maqaayada ka shaqeeyo ama hotel ka shaqeeyo soo qabta hal geeyo dhaqan cinta ma daahire adar digmada nadiif ay noqonay digmada markay saa noqoto kalena waa ku darsamay ma aha dawladda inay lacag siiyo ma aha booliska inuu lacag siiyo shacabka digmada ayaa lacag siinay oo laba kun waxba ka dhibmay oo loo aruurinaya amniga digmada kor u noqonay دك ما قول بنساسي نقول نسا مقالة دن وذن نظيفة نقول نسا حقا كي ماري رقال شعبك هديك وال شعبك اللي رادي بس كولا ده شرع الانتا لغسو سارو خوبك شرع الانتا دلك لغسو قبت نو مول بوهو شرع الان لغو قبتان لحيرو دولد دو ايه هذا شيء اي ترال ننكي قوري اسكري كما سو قادر كراني نكال ميشا اي جيفو اسكري قوري يسيان غاتي غرب كنغش واخات انا كو مغرني انا كو مغرني هدي ان قوري سربينا استعمال ان قوري كريسن وانا اسكس كل صغر قوري waan iraad qorigan tali ee balaas kale anaa ku qoranay waa soo shay hadhowd markii qof lagu dilay labadeen in qofkii labadeen la ogaad qof qori sharci la aan magaaladan lagu helo in intir kale geey li iraado degmadaan hodan ma joogta ha qorigaana wadati aw qoriga aqoonti ku wadati ma haysto ninkii deg meesha lagu dilay aad dilay xakamada la geeyay wala xukumeey nin walba ka arila hub sharci la aana qori sharci la aana wala go'da arila maxaan markaas beegsan lahaa gurigii al-shabaab lagu helo ama naagta ahaato ama odaga ahaado ama caruurta ahaato in dowladdu ay la wareegto haddii kale hooyadaas ay soo sheegto ay soo diiwaangeliso ay tiraahdo wiilkayga maxamed jimcaala la yidhaahdaa maruu iga baxay nimankaasu ku biiray mana ila joog sawirkiisana waa kaas annakaa shaqadan halka rabaa inaan raadsano oo maasanta gurigaas oo badbaadiya maalintu ku yimaadana soo sheegaan lahay guriga soo joogaya lagu arag qof walba oo alshaba ka soo goosto degmada deganna dhaqan cilnaan geenaya adar bad iibiya loo kala baxa bad iibiya loo kala bixina laakiin intay saraakiil alshabaab degmada degan yihiin in qof walba oo degmada dhaqdhaqaaqay la dilay bab la siinayo cid raadkiisana la raadinay war ninkan yaa dilay waxaan hubaa wallaahi oo billaahi oo tallaahi labadii nin ee degmada warta nabada lagu dilay ee askarta haddii raggii dilay la qaban lahaa in la ceebo bilaa وسائل من سنة ولا عيبو بلا وحين دي لان تليه بلا يردل اما قدوميه بلا يردل قدومياش ما اقرا سراكيل اداك بضن ما اقرا قدوميه وحو والبو عربة انو تليان مدح ويستهل ويلا امر كي قواي فولي دوت كان كي واحكا اخو سيماري عيدا مصادر دوت كمال داعي شغل هذا ما انا ارادوه ويالوه ويتو يساوع قدومي دك مدي والدعي ما حسب انا مخبى حنا ما يمين شغل هذا ما جوب امني كان كودر جوب ساس يا رمان لكن انت اللي وصواع وداي دد كان برع دد كان كقبن من روان والله نبي كل شيء لما نمفي عن او دغمدا كشقيني او افري لبا تك ساع برع دد دغمدا ديدي او ددكي دغمدا كو نستين او ليروا ما هذه نبا غير ولا دافي دولد ما حلق ربي inay baarto baaritaan ka madax banaan degmada iyo saldhigga degmada inay ku sameyso walaalila laakiin ana leegi suuga gudoomiye ismaaciila alle gudoomiye gudoomiye ah baaritaan wadnaa ninkii ilaa dareedan hayna taliya waa maasanta bis anuu internet gurigeygii xaaskiigan dhex joogay raadkiya maalataadi anuu nimanku shaqaba naga dhexaysabe saadi adan runta laga maarmaawa qof walba oo magaalada muqdisho lagu dilayo sida uu ninkii sheegana ataqaaniin waa nin sargaal waa nin dowladda ka tirsan waa nin firfircoon waa nin ahludiina waa nin masaajid joog waa sheekhi xaafad waa ninkii dhalinyarada u fiicnaa waa ninkii dhalinyarada isku xiray waa hooyadii degmada ka shaqeynaysay waa hooyadii dadka degmada isku xiraysay waa hooyadii dadka xaafadda u rordisay waa ninkii ganacsiga ugu horeeyay degmada ka furtay intaba waa la dilaya shaqa ka dhexaysa maamulka degmada iyo alshabaab degmadan waxaa la rabaa nin qayile habar guriga iska jiifta qofaan siyaasada qoonin biyo hadday degmada soo galaan oo firi
حتى دادك دقمين كوي كالن تبا قودي تبا شركة قودي حافظ دي سوغرين إن لو عو شركة دي ليراد أو تلي دقمين تلي تبا دان واقودي حافظ دي نوضي ديغي كنوضي ما حكا قوسي اللي انتاس إن لو قادي دي دي تلي وابقي يا شركة دو تقا وعلي دقمين دي بياكو شبتين واقنا عنتين وحيرنتين العكين العقال السينية بريها دي قود العقال السينية اللو قناحي اللو صحري العقابتي دي لمرسيني نلافض حمدي بياس كذا شيء بيخذي بياس كذا شيء والله مجر أدر واحد أنا كارش كاني وواحد أوعي وواحد صارك وواحد قب جوا وين سلامية لما أنت وين سلامية آه والله بدر سميت أوجاده تليها اللي دري وحال اللي ودلي رج أيها الشيء على الشباب إنه قصة تقريولي مؤج إنه ديان كلا عادي مؤج ما له قصة غير مؤج أوكي على الشباب قريولي كوجادين حمر إنه عادي حقوني كجوا ما نعتقد مدقين يا وش شيء؟ إنه هوتيل هبل دقنا، إنه هوتيل هبل السياحة، إنه لمر هبل دقنا، إن مغايد هبل أود دقنا، إن مغايد أسود تجي، إنه شلي تجي، إنه ما أنت تجي، إنه قرعاني، إنه أنت كسر جيل، أدر أنا بنت سلي جدا، بنت سلي جدا، أما عبد الله فرماج فرينت هذا جارسيني، وحيرة خودي من، وأن أوعي، وحد ما تحتوي ذك جيران أوعي، شو قا قدان أوعي، قيانة الوجود سميان أوعي، لكن مثل ما دحوينا ستيل، وانوش نريس كذي، نريس كذي. دل كان برو على كدل علي أو تليالة أو قدوميالة أو الشباب لي أو الشركة لي والفيلة دي بني سلام يا لمانتين ويعي كسو كرنا ديو إلهي رادو أريمان ديلك أريمان ديلك تليا إيه دي ماذا ورطة المبد وين لو ذاقية وقاعد إنتاس تليه واحد سدحات وفعنا دي ماذا سيكون نوالد ويالد دلي كبعدين دادكي حافظ دالة تقي أغفى لمري أقوه مرك محاو كل مي وحول بدولد وحول شيء إمبارتان لقسم أنا إنك ما عبصوت وحول بإمبارتان لقسم معيو هراء إني شيء أنا ما أقوله إن دق مدى الباب كذا اللي يريال الحرم أو نك الباب كجو يريال الحرم أنا ما أقوله يا إيش شيء إن شرعي وها قدامي دق مدى مركبه الباب كله يجري والفير هذه إن باور بوها ودق مدى كلنا نغني أنا ما أقوله إن نن على شباب دق مدى وجو ما أقوله قوي أندري سلام وحش شيء إن مركز هيدا أنا بسوق ده إنتي تكتيد دقمدي لا جيب الأهجري كبعدين اللي جيستني كانوا الشباب الحريري إلا مركي مدح مالي يد دقمدي اللي قبطوا الشباب كه قولوا يسيل التجاهب لغيره هذا واحد كوش شيء وواحد أوعي ما يسكت صفر إسلام ها ها نوال ما بس كده هني واحد كوش شيء وواحد جري قرا حد دقمدي كده عورت النبضة قاري حق وكيم كهر قاري حق وكيم دقمدي كوري جني ما قاعد مساجي بلو قال حق قلت دقمد ورتي دي وان نقضي موبتا ما عرفت يس ثانك يو دقمد الباب كذا مهرنا ميه مع له حلوي تري هل ويدي ملوتي بل ويدي اه هبل ايرت الباب كحرم يس اوكي ان اي شيء محله قداميها دقمد مركز من جوج ميه واضح هان عصرني ان بارتان صح لا قسمي وحي ده الشيء ان رجع للشباب ومسؤولين دقمد كتنسى ان لهم يا ايسو شيء ضدك دقمد ايسو شيء والوفائد هدنا وكوشيغا تليها وحاد لي ضد الجوغة الشباب مدل والله مدل اي بالله مدل وكوشيغا مدلين محايا لي الشباب كإلا صوص عد غريولي ومدع تويدة كدبا قلي ومدع تويدة كسو تقي وغتيل دقي لمر أفرا وكتقي وغتيل كالتقي انتاس من شابك كجنين شابك مين كجنين نوي نوي نكان هوتيلك ودقي سعر دقي ودقي نسعر سعره أمان كي سنة إيماش إيمانه إنه هبك الصوت استاف كالصوت كان سعر قرت عن مرة بعد إيمرس ده حد عصرية إم بارتان لوسامي مرة بعد إيمرس ده حد عن عصرية إنه هوتيلك ودقينا ده كي للسعودي ده كي مغايدة تجي إم بارتان لوسامي وهدي دول النمل رم هدي كله ده كله إسكالله بني سلام يا دمانتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.